سؤال ماشي. طيب اتفضل. احنا دلوقتي احنا مبدئيا كل الاديان متفقه ان الله قادر على كل شيء، صح كده؟ اه كمل يا استاذ. وتجلى لسيدنا موسى يا عم بالله عليك ما على تتوهنيش، الجبل. بالله عليك ما تتوهنيش، خش لي في الكلام. هل الاب انا مش هو بتوه، الابن، هل الاب مات ولا الابن اللي مات؟ الابن اللي مات. يعني الاب ما ماتش؟ لا طبعا، اللي مات الجسد، يا عم الجسد ثواني بس، اللي سيبك بيموت من مش الجسد الروح. دلوقتي. طب ماشي ماشي، ما كلامش على الروح، ما بقول انا لك برد عليك، الاب انا ولا برد عليك واحده واحده اهو. هل ثواني بس، انا ما قلتكش الروح القدس دلوقتي، بقول لك الاب مات ولا الابن؟ قلت مين النسوت اللي تجسد، بتاع الاب الابن ولا هو الابن اللي اللي مات. تجسد؟ الايه؟ يا عم الو، ثواني بس، هل يا استاذ، ما انا ثواني معاك هل صدقني. الابن، يا عم يا عم اشرف، يا اشرف بالراحه يا اشرف دلوقتي، اتفضل، سامعك الاب انا هو سامعك اللي انا مات؟ ساكت قلت اهو. لي لا الابن اللي مات. هو في ايه؟ الاب هو اللي مات ازاي يعني؟ هو انا صوتي مش واضح ولا ايه؟ يا عم هو انت في بتقول ايه؟ لي الاب اللي مات ولا الابن؟ في يا عم ماهر؟ بقول لك يسوع المسيح الناسوت هو اللي مات يعني الابن وقام اللي من مات مش الأموات. الاب. يا عم الابن، يعني الابن اللي الجسد، مات، مين اللي الناسوت. اقام الابن؟ لا لورد، مين لورد اللي لورد أقامه؟ لورد اخي لورد، سامعني سامعك يا لورد؟ سامعك. اتكلم انت لورد، اتكلم انت اتفضل، انا طيب هسمعك، انا هسمعك. لا خش انت، خش. اوكي. طيب صديقي المسيحي، حضرتك شو اسمك؟ انا دخلت جديد يعني. الو، أنا اسمي أشرف. تحياتي استاذ اشرف، معك اللورد. طيب صديقي اشرف، بعد اذنك يعني، هلا كلمه اقلوب شو معناها؟ كلمة ايه؟ كلمة أقنوم، أنتوا عندكم ثلاث أقانيم صح؟ اقنوم يعني جوهر. لا أقنوم ما يعني جوهر، جوهر شيء وحرف شيء يا أستاذ. طيب شوف علي، أنا أحكي لك كلمة أقنوم اقنوم وأقنوم. يعني لا لا يعني طيب، جزء من الكل. جزء يعني، أنت قصدك الإله يا أستاذ هو مثل البيتزا مثلا يتجزأ؟ أكيد لا يا صديقي. جزء من طيب الكل، جزء لا يتجزأ من الكل، ده الاقنوم. طيب يا أستاذ أشرف، حضرتك انا ما بتعبد كم سمعتش كويس. اي حضرتك بتعبد كم شخص؟ واحد ولا ثلاث؟ الصوت. طيب صوت انا الواحد. بعبد شخص واحد، والدليل انت سامعني كده، سامعك، انت سامعني؟ والدليل انت سامعني. طيب انا اسامع. انا بعبد شخص واحد، هو الله الواحد الاحد، والدليل ان احنا في اي صلاة تدخل على اي صلاة بالفطرة كده تلاقي في ختام الصلاة بتاعتنا اله واحد امين. فاحنا مستحيل ان احنا ننتقد نفسنا، نقول حاجة ونقول عكسها. طيب واحد في الجوهر وليس واحد مطلق، تمام؟ هلا يا صديقي اشرف، بدنا يعني نحن بدنا نحاول نفهم الثالوث فهم من كتب الآباء، نعرف اول شيء شو معنى كلمة اقنوم، هي اهم شغلة. انت عم بتقول تعبد شخص واحد، هذا الشيء غلط تماما يا استاذ للاسف. انت تعبد ثلاث اشخاص متميزين. ايوه طيب عندك هون، رح اورجيك المصادر، انا عندي هون واضحة الشاشة صديق، واضحة؟ سامعك انا. ايه، كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية للأنبا بيشوي. عندك صفحة 12 بيقول لك ما معنى كلمة أقنوم؟ بدنا نعرف معنى كلمة أقنوم لحتى نفهم الموضوع فهم. أنتم عندكم ثلاث أقانيم، تعالوا نشوف شو معناها كلمة أقنوم. الأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة، شايف؟ كائن حقيقي. يعني عندك يا أستاذ أنت تعبد ثلاث كائنات حقيقيين، كل واحد له شخصيته. أجيب لك مصادر أخرى كمان تأكد نفس الحكي. شوف يا صديقي، ثواني يعني. أنا معك الصبح، شوف يا أستاذ، عندك كمان يعني نفس خلي الحكي بالك بتلاقيه. أنا ما قطعتكش أهو، عشان لما تمام أتكلم حضرتك أستأذنك إن ما تقطعنيش. طيب، ما في مشكلة، بس ثواني معناتها أرجيك كم مصدر آخر على السريع. أنا معك. شوف يا صديقي، عندنا هون كتاب دراسات في الكتاب المقدس المدخل إلى إنجيل يوحنا
للأنبا أثناسيوس أسقف بني سويف صفحة 43، بيقول لك كلمة أقنوم المستعملة في العربية هي كلمة سريانية معناها شخص أساسي أو شخص رئيسي. أنتم تعبدون ثلاثة أشخاص، ثلاث أقانيم، كلمة أقنوم معناها شخص يعني ثلاث أشخاص. كتاب آخر، كتاب 100 سؤال وجواب في تمام. العقيدة المسيحية الأرثوذكسية صفحة 12، بيقول لك الأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة. تعال نشوف أيضا يا أستاذ كتاب ثالث، تجسد الابن الوحيد لإسحاق إيليا منسى تقديم الأنبا بشوي صفحة 39. بيقول لك الأقانيم هم ايوه شخص، هم أشخاص بالجمع، هم أشخاص حقيقيون وليسوا مجرد أنشطة، بدليل أن أقنوم يرسل أقنوم آخر. يعني الآب أرسل الابن، أما الابن لم يرسل الآب، صح ولا لا؟ الابن ولد من الآب، أما الآب لم يولد من الابن. الابن هو اللي تجسد وهو اللي انصلب، الآب ما تجسد ولا انصلب. شايف علي؟ فبيختلفوا عن بعض. فهذا بالنسبة لموضوع الأقنوم. بتحب نحكي عن الجوهر؟ احكي لك شو هو الجوهر من كتب الآباء. أنا سامعك. وحق ايه، شوف يا استاذ، عندك هون أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد الإلهي صفحة 29. بيقول لك ما هو مفهوم الجوهر الإلهي؟ شو يعني جوهر؟ هلا نحن فهمنا كلمة أقنوم، كلمة أقنوم معناها شخص، أنتم تعبدون ثلاثة أشخاص. جوهر الشيء أي طبيعة الشيء، فجوهر الإنسان أي طبيعة طبيعته الإنسانية، وجوهر الملاك هو طبيعته الملائكية، وجوهر الله هو طبيعته الإلهية أي اللاهوت. حلو، يعني أعطيك مثال يا أستاذ، نحن البشر، نحن واحد في الجوهر، ولكن نحن في العدد 7 مليار إنسان. يعني أنا إنسان وأنت إنسان وأستاذ فيصل إنسان وأستاذ ماهر إنسان، نحن 4 إنسان ولكن واحد في الجوهر، مثل الأقانيم نفس الشيء بالضبط، ايوه متحدين بجوهر الألوهية. يعني الآب إله والابن إله والروح القدس إله، هذا غير هذا، الآب غير الابن والابن غير الروح القدس، كله هدول ثلاثة أشخاص متميزين بصفاتهم، كل واحد له صفات مميزة عن الثاني وله إرادته وله شخصيته. عرفت علي؟ فاتحاد الجوهر لا ينفي التعدد. اتحاد الجوهر بيقول لك أنه نوعهم واحد، كلمة جوهر يعني نوع، متحدين بالجوهر يعني نوعهم واحد. يعني أنا إذا في عندي 3 تفاحات هدول تفاحة واحدة أمين في الجوهر، عرفت علي؟ في النوع، ولكن هذا لا ينفي التعدد، لا ينفي ان هم 3 تفاحات. تمام. وفي امثله من كتب الاباء، هي بيقول لك هون حوار حول الثالوث كيرلس، الحوارات 7 في مجلد واحد، الحوار الاول صفحه 31، بيقول لك وليس هناك اختلاف في الجوهر يمكن ان يفرق بيننا، حتى ولو كان لكل واحد فينا اقنومه الخاص، نحن جميعا واحد في الجوهر الانساني الواحد. يعني انا اقنوم وانت اقنوم وشيخ ماهر أقنوم وشيخ فيصل أقنوم، ولكن نحن واحد في الجوهر الإنساني، نحن واحد مثل الثالوث بالضبط. ما انت هل هذا انت بتسأل السؤال وبترد على نفسك اهو. لا، أنا عم بقرأ أنا كتب الآباء. شايف علي؟ يعني عندك هون تعددت ثواني بس، تعددت الاقانيم لكن الجوهر واحد. انت بتقول الجوهر، بتقول ان الاقانيم احنا كل واحد اقنوم لكن احنا متحدين في الجوهر اللي هو الانسانيه، إيه؟ صح كده ولا انا متهيألي صح؟ سمعت غلط؟ نعم. تمام. وبعد كده، بعد كده احنا منبثقين كلنا من الله، كلنا بالإنسانية بالكواكب بالدنيا دي كلها كنا منبثقين من الله، ولا ده مش ممكن؟ مين اللي خلقنا احنا؟ الله خلقنا. يعني جاوبني بس، احنا الله اللي خلقنا، صح. لكن الأساس بتاع البشرية بالكواكب بالدنيا بالمجرات بالدنيا دي كلها مين؟ الأساس واحد، زي آدم وحواء أساس البشرية، صح كده؟ احنا كإنسانية، كطبيعة إنسانية منبثقين من آدم وحواء كطبيعة إنسانية، طيب وكطبيعة عموما، ما تسمعني، كطبيعة عموما كلنا منبثقين من الله الواحد. مش معنى كده ان احنا منبثقين يبقى احنا مثلا 7 مليار، يبقى 7 مليار إله، هو الله واحد بس اللي منبثق منه عدد لا يحصى بما فينا الجماد حتى. يعني بلاش الأرواح الحية،
الجماد منبثق من الله، بس الجوهر اللي هو العام، انما احنا كلنا اجزاء من الكمال، انت سامعني؟ سامعك. انما الله، الله احنا مش عايزين بقى نحكي في اللي احنا يعني حكينا فيه، مش عايزين نكرر الكلام، بس انا عايز اختصر لك القصه عشان حد غير يدخل برضه. ان احنا بنعبد ثلاث اشخاص ده يبقى يعني ايه احنا منبثقين؟ بننتقد الناس دي تسألك بتقول لك يعني ايه منبثقين؟ وايه الفرق بين الانبثاق والولاده؟ ايه؟ الابن مولود من الاب والروح القدس منبثق. ممكن تفهمنا يعني ايه منبثق؟ عشان الناس بتسأل تحت بتقول لك يعني ايه طيب، منبثق؟ وممكن احنا طلب استاذ عارفين، اشرف، احنا عارفين الابن الابن منبثق يعني اله في سبب وفي المسبب. مسبب، لكن ايه الولاده ايه دي بتبقى عمليه. المنبثق ده يعني بيبقى في سبب وفي مسبب، يعني ايه سبب مسبب؟ مش فاهم يعني الابن يعني دلوقتي. بص في بص ابن بس عشان ما تردش حاجه من غير ما تستوعبها الاول. بس اسمع دلوقتي، قانون الايمان بيقول ان الابن اله حق، من اله حق مولود غير مخلوق. فالابن مولود من الاب، والروح القدس بالمفهوم الارثوذكسي طيب منبثق انت من حضرتك، الابن. يعني ايه منبثق طيب من حضرتك الابن؟ من قصدي من الاب، منبثق من الاب. اديني فرصه بقى ارد على حاجه حاجه، عشان ما تدخلنيش من حاجه وتطلعني في حاجه، طيب استاذ اشرف، يعني بس اديني فرصه ارد عليك في حاجه حاجه. طلب سريع. ماشي، مولود من طيب مولود من اله حق، من اله حق، اله حق من اله حق، يعني انت بتقول لي اله حق من اله حق، معنى كلمه اله حق من اله حق مش معناها ان هو اتنين الهه، كيف يعني؟ كيف لا؟ ان الله اداله الصفات الالهيه لأنه هو منبثق من الآب مش مولود من الآب. يعني الله حاشا إن الله يعني يبقى يعني يتزاوج ولا الكلام ده. الله احنا قلنا إنه قادر على كل شيء، منبثق من الآب يعني الله حتى في القرآن، الله لما عيسى ابن استاذ مريم ليه؟ على ما استاذ أعتقد، افضل، يعني استاذ اشرف، استاذ اشرف، استاذ افضل، روح من الله، سيبك كلمة الله استاذ وروح اشرف، منه. استاذ اشرف، سيبك من القران دلوقتي. يعني ايه اتفضل، منبثق ويعني ايه مولود؟ ايه الفرق بين الانبثاق والولاده؟ ليه ما قلناش ان انا برد الابن عليه. منبثق من، ثواني بس، ليه ما قلناش ان الابن منبثق وان الروح القدس مولود من الله؟ ليه قلنا ان الروح القدس هو المنبثق وليه قلنا ان الاب هو المولود؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ سيبك، احنا عارفين ان ما خلفوش، ما هو اتجوزش الاب، لا واحده انت، وبابا انا اصحح يسيبك. لك معلوماتك، هو الاب اللي صباح مولود الخير. ولا الابن؟ الابن اللي مولود قصدك، يا ابني انا قلت الاب انت بتقول مولود. الاب مولود، انا قلت الاب انت مولود. قلت ان الاب، انت بقول قلت لك راجع ليه كده قلته؟ وارجع للكلام. يا استاذ بقول لك ليه اتفضل، قلته ان الابن مولود من الاب وما قلتش ان الروح القدس مولود؟ وليه قلته هقول لك ان ليه. الروح، ثواني بس، الروح القدس مولود منبثق من الاب وما قلناش ان الروح القدس مولود من الاب؟ ايه الفرق بين كويس كويس، الولاده والانبثاق؟ الفرق حلو بالسؤال اهو خالص، تاني، ايه الفرق بين حلو الولاده خالص، تمام والانبثاق؟ تمام اتفضل. تمام تمام انت بتقول ما قلناش ليه ان الروح القدس مثلا مولود او عكسناها، يعني صح كده؟ رجع يعني ما قلناش الشاشه مثلا الروح هندسه، القدس، رجع الشاشه عشان اشوف الناس بس تعليقاتها ايه. طيب استاذ اشرف، بس طلب سريع. يعني انت يبدو شخص محترم ما شاء الله عليك، انا عملت لك الله متابعه، يبارك ممكن لك، بعد اذنك ترد لي المتابعه؟ اعمل متابعة لأخوك اللوز كده، حاضر، خذ يا ابني اعمل متابعة، شكرا يعمل لنا متابعة. متابعات كده وانا بعمل لك متابعة. عملت لك متابعة استاذ اشرف. اما يقول طب انا ارد على السؤال الاستاذ، ولا انزل ولا ايه؟ لا قبل السؤال، الاستاذ جاب لك اللي اقنوم معناه شخص، وان ثلاث اقانيم يعني ثلاث اشخاص، وقانون الايمان بيقول كويس، لك اله حق من اله حق، يعني دوت اله وده اله، والابن انت مولود من كده الاب. سالتني خمس ثواني اسئله. بس، ثواني بس، الابن معاك مولود بتسالني، وليس، ثواني بس، ثواني اشرف، الابن مولود والاب ليس مولود، ولا الاب مولود؟ انت انقضت وقلت لي اوعى تقول الاب مولود، صح؟ يبقى انت عارف ان لا الاب مش قلت لك استحاله. اوعى، انت اللي قلت الاب مولود، ارجع تاني واسمع اللي انت قلته، ماشي، طيب يبقى انا هتلاقي اخطات نفسك قلت قلت كده، الاب، ولا بس مش يهمك، مشكله، نعتبرها غلطه مطبعيه عادي ولا يهمك، عادي، انا عارف انت قلبك واسع. انا دلوقتي بقول لك حبيبي ان الاب، عدي. بس ماشي، الاب دلوقتي مش مولود، والابن مولود ولا لا؟ دي صح ولا لا كده؟ كويس، طيب ادي انت صح. بتتكلم عن طب انا ثلاث ارد على اشخاص، واحده واحده، طيب عشان ما نتوش من بعض. رد على ان الكلام اللي قاله الاستاذ لوز تمام، ان دول انت ثلاث اشخاص. بتقول ليه الابن مولود والروح القدس مش مولود، او الروح القدس منبثق، صح كده؟ عندك رد ليه دي؟ كويس، ده الاباء ما عرفوش يرده. ان انت شاء هترد الله، عليه ان دي؟ شاء الله عندي رد، احاول الاباء ارد عليك الكنيسه انا. ما يعرفوش، اباء الكنيسه ما يعرفش، الله، ما نعرفش ايه الفرق. انت هتقول، اتفضل قول.
مين أباء الكنيسة؟ أنت أباء الكنيسة؟ آباء الكنيسة ما يعرفوش الفرق بين الولادة والانبثاق، محدش مين يعرفها. اللي قال لك الكلام ده؟ أنا بقول لك أساناسي. أنت حر في رأيك، بس أنا هقول لك على حاجة. أنا العبد الفقير كده اللي قدامك، ممكن أرد عليك ببساطة بفهمنا إحنا البشري. إحنا قلنا الانبثاق، قلنا إيه الانبثاق وإيه الولادة، تمام؟ إيه هو ده؟ أنت قلت ليه ما حاجة، كانش ده؟ أنت قلت حاجة، أنت قلت أنت الانبثاق، أنت عرفتنا الانبثاق. قلت لك الانبثاق بيبقى عملية سبب ومسبب، طب اللي ما هي الولاية عملية سبب الخلق ومسبب. يعني، اللي هي طب ما عملية الولاية الخلق. يعني منبثق يعني مخلوق؟ السلام. يعني عندك إيه منبثق آباء؟ منه يعني مخلوق؟ يعتبر جزء منه مخلوق، إنما الولادة، ثواني 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 ثواني، بتبقى يعني عملية دلوقتي الروح القدس مخلوق؟ إيه؟ الروح القدس مخلوق؟ ما أنا عايز أوصلها لك بمخنا إحنا البشري، مش عارف أوصلها لك إزاي ايوه بصراحة. ما انت وصلتها لي، قلت لي ان معناها مخلوق، جزء منه مخلوق، انما الولاده منبثق مولود منه، غير منبثق. مخلوق. عارف الانبثاق ده زي ايه؟ طيب انا هشبهها لك. عارف الانبثاق ده زي ايه؟ شفت اللمبه؟ اللمبه بلا شبه يعني، انا عايز اوصلك بفهم انا احنا البشر البسيط. شفت اللمبه؟ النور ده بيبقى منبثق من اللي هي الكتله اللمبه نفسها. ايه ده؟ ايه ده ده ايه؟ الاثر بتاع اللمبه، مش الـ مش الـ ايه انبثق ايه؟ ايه ده انبثق يعني ايه؟ ايه مش النور بيقول بتاع لك اللمبه؟ الشعاع؟ هذا الشعاع منبثق من هذه مش عارف كذا. منبثق ده ان هو حاجه مسببه لشيء تاني ظهر عن طريق الحاجه الاولانيه، انما الولاده بتبقى عمليه تزاوج. طب استنى شوية يا الله أستاذ، الله يعني الله، ايه اللي بتقوله ده يا أستاذ؟ تزوج؟ يا سلام، ده أنت ضربت كرسي في الكلوب، أنت كده لا مش كنت في عديت، الكلوب، انا اول أنت كلامي قلت عديت لك ان كرسي احنا بفهمك بعقلنا البشري البسيط. يا عم. أنت اول كلمه طلعت قلتها لي لك إن الروح القدس مخلوق وإن الولادة بتزاوج، أنت كده دمرت الثالوث. دمرت الثالوث. أه والله، ارجع ازاي بقى دمرت سيبك من الكلام الثالوث؟ ده، عشان افهم بس، عشان ما حدش مسيحي يقول تحت يقول لك انت بتجدف وبتهلطق. خلينا دلوقتي في الثلاث اشخاص اللي انت بتعبدهم. الاقانيم يعني اشخاص، عندك رد على الكلام ده؟ احنا كلمة اشخاص دي معناها ايه اصلا؟ شخص يعني ايه شخص اشخاص؟ يعني شخص ثلاثة قائم بذاته، له كينونته يعني وله ايه شخص؟ عقله وله روحه وله حياته، هو ده احكي لك. الشخص. تمام. طب وكمان الشخص ده خلق نفسه بنفسه؟ وكل واحد فيهم، إله الشخص ورب. ده هو اللي صنع نفسه يعني من العدم أصبح كينونة؟ يعني الشخص ده خلق نفسه من العدم؟ ما رد عليا. استاذ هلا احنا ما بيهمنا هذا الموضوع، بس انت بيهمنا احنا هل انت نسمي موحد كده. بالله ولا انت مشرك تعبد ثلاث آلهة؟ نفهم. مين انتوا اللي بيعبد ثلاثة بتشركوا مع آلهة؟ الله. المسيح كان بيعبد الآب ولا بيعبد ثلاثة؟ موسى، الأنبياء وموسى عليهم السلام كانوا بيعبدوا الآب والابن والروح القدس، ولا كانوا بيعبدوا الله بس؟ كانوا المسيح بيعبدوا لما قال الله بس بشروا بص، بمجيء المخلص اللي هو يسوع المسيح. فين بقى ممكن تقول لي فين موسى قال ان هيجي واحد مخلص اسمه يسوع؟ ممكن تجيب لي كلمة يسوع في حد من الأنبياء قالوا ان في مخلص هيجي اسمه يسوع وهيبقى ده الأقنوم الثاني؟ مين من الأنبياء كان بيعبد ثلاث أقانيم؟ هل يسوع كان بيعبد ولا كان بيقول أبانا الذي في السماء؟ وكان بيقول أبي أعظم مني، وكان بيقول إلهي وإلهكم، إني لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهي وإلهكم. وقال الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، يعني يسوع رسول. ليه ما قالش ليعرفوك؟ طب وايه الاختلاف في الكلام ده؟ ما حدش اختلف في الكلام ده، ايه المشكلة في اللي بيحصل في يا اللي اتقال نهار ده؟ ايه المشكلة؟ أبيض، مش كمل نقط نهار ابيض كمل. ولا نهار ازرق. طب يا هو المسيح بيتكلم بصفته الناسوتية. انا أستاذ عارف، عايز أحمد، اقول لك على حاجة صغيرة بس، عايز اقول لك عشان ما نتوهش من بعض. ايه الاختلاف بين واحد عايش في الصحراء وواحد عايش في العالم بالتكنولوجيا بالمعدات بالتقدم العلمي؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ شو انا مش بطلعك من الموضوع، انا فصول بالموضوع، خلي بالك. تفضل. ده عنده ادراك لاشياء كتيره وده ما عندوش ادراك بتاتا. بمعنى ان المسيح كان بصفته الناسوتيه، ان هو انسان زيي وزيك، بيتعب وبينام وبيصحى وبيتعذب وبيتالم وبيجوع وبيعطش، يا دي استاذ، بصفة الناس فيها. اقف، كلامك كله مخالف لكلام الكنيسه.
انت اوثوذوكسي يعني عندك الطبيعه الواحده، يعني عندك ان النسوت حل في اللاهوت، حل في النسوت ولم يفارقه لحظه طرفه عين، يعني هو كل في ما كلام، يحس به النسوت. كلام اسمع بلا بس ساذج. يا عم، اسمعني يا عم، اسمعني، ابوس ايدك. انت لا عندك ان صراحة لا، الذي تالم النسوت واللاهوت، والذي صلب النسوت واللاهوت، وما ينفعش تفرق. ده كلام اباء الكنيسه، ده كلام اثناسيوس واوريجانوس وتورتليانوس وكلام جيروم وكلام كل اباء الكنيسه قالوا الكلام دوت، ان انتوا بتقولوا كل اباء بالطبيعه الواحده. الكنيسة. ايوه يا عمي، كلهم قالوا كده. اللي انت بتقوله ده هرطقه، انت مهلطق. طيب يا استاذ اشرف، انا مهرطق. هل يسوع قال انا عندي ناسوت ولاهوت، ولا هي جبتوها يعني من الكنيسه؟ ليه؟ هل يسوع قال انا عندي ناسوت ولاهوت؟ لا ما قالش كده، ما قال هيك. طب هل يسوع قال بس انا قال، مطموع بالثاني؟ بس ثواني بقى. يعني انت على فكره انت يعني مش مديني فرصه يعني انا اتكلم اصلا. خلي بالك تفضل. انت المسيح ما منبثق يا قالش كده، اسطى، بس قال حاجه. ما انا هقول لك اهو، انت منبثق. قال من راني فقد راى الاب. ايه حلو، معناها؟ سألتك السؤال ده كتير تاني، قلت كتير لك صح. الاب، الاب له لحيه وشعر وله ضوافر وله عضو ذكري وله اليه وله قدم وله عيون زرقاء ولا خضراء ولا شوف، الاب له كده؟ لا طبعا، لان الاب ده لا يرى اصلا، غير مخدوق، صح كده؟ يبقى ايه بقى؟ لان الاب في الكتاب المقدس قال لك من رآني فقد مات، بمعنى فاديك استحالة رؤيته، انت يعني زي بتتكلم بجد بلا على شبه نفسك. كده، زي الهوا باللغة البلدي، طيب يا حبيبي، طيب يعني انت بتفهم؟ ملوش اي ملامح. انت امال ايه قصدك بقى ان عارف بقى؟ الاب بيجي، ما ثواني بقى، امال طب يعني ايه بقى من رأيني في قضاء الاب، طالما انت عارف الكلام ده؟ ما انا طب انا لسه بتكلم وبتقاطعوني. انت واحد بيقاطعني من واحد بقى. بس مستنيك. انا على فكره يعني ما يعني ذوقيا حتى بستناكم بتتكلموا كلكم كده، واحد واثنين وثلاثه بتتكلموا، وانا اجي ارد على حاجه تدخلوني في حاجه تانية. مش مديني فرصه ان انا حتى اكمل لك المعادله، ان تفضل انا يا استاذ، يعني اوضح لك المعلومه على الاقل اللي عندي انا. تفضل يا استاذ، كمل، احنا نسمعك. الاب لا يرى، الاب لا يرى، يعني ما الاب لا يتجسد، انما الابن تجسد لاهداف معينه ولرساله معينه، ولما نزل كان بيتعامل بطبيعه بشريه كامله، لكن روح الاب فيه، زي ما ربنا مدينا احنا كلنا كده ارواح عايشين بيها لغايه لما ننتقل، او بمعنى ادق ان احنا نموت. انما مش معنى ان هو الابن مات يبقى احنا كده بنتصرف او بنفهم بعقلنا البشري المحدود ان كده خلاص، ان الاب نفسه مات. الاب لا يموت ولا يتجزأ، انما هو احنا قلنا ان المسيح كلمة مولود، كلمة مولود المقصودة بالمسيح، زي لما احنا نقول مثلا ان ادم من طين. انت فاهم؟ لا، محدش فاهم مش حاجة، فاهم. محدش فاهم حاجة. أستاذي انا عايز اوصل أستاذي، لك، انا عايز أنت اوصلك بتدور على إيه؟ أنت ان الله، سؤالك ده سأله لك ان يا روح أستاذ، الله في المسيح بس. يعني دلوقتي الآب جوه المسيح ولا الآب في السماء؟ في لاهوت الابن اللي جوه المسيح، اللي جوه ما هو المسيح، الله، اللاهوت اللي جوه لا حول المسيح، الله، ده لاهوت الابن ولا لاهوت ما هو الآب؟ الله لو محدود. لما اسمعني، الله لو محدود يا سيدي الفاضل، الله لو محدود لما هينتقل لمكان، يبقى المكان الثاني اللي هو سابه فارغ، لكن عايز الله ايه؟ يملى السماء والارض، يعني مش مجزأ ولا بيختفي من مكان وبيظهر في مكان. طب الله غير محدود. اذا غير محدود يا استاذ، معناته كيف انحد وتجسد؟ كيف الله اللي هو اتحد هو بالناسوت كلمة، معنى كان كلمة جوه تجسد، رحم العذراء مريم؟ ده الله؟ انت مؤمن مع نفسك كده؟ انت مؤمن يا استاذ اشرف ان اللي كان جوه الرحم دوت واللي خرج واللي ايه؟ لا طبعا، تنجست، اللي كان جوه رحم العذراء مريم ده كان الله، واللي خرج كده بالمشيمة بتاعتها ده كان الله، واللي كانت بترضعه وتكرعه وتتشطفه بعد ما يعمل بيبيه ده كان الله، وان هي لما كانت راحت ختنته واتقطعت الغلفة منه واترمت ده كان الله، والغلفة دي كانت متحدة باللاهوت، ولما تاه منها وراح انا تدور عليه ثواني بس
مش كان مكتوب في الإنجيل إن هو اسم، إن هو يوسف بن نجار ده لقب، مش بالمعنى الحرفي. يا لهوي، حبيبي قايلين هو ابن يوسف النجار، والانجيل بيقول اليس هذا يسوع ابن يوسف النجار، اليست امه تدعى مريم، اليس انت مقتنع بيه؟ يوسف ده في انت مقتنع الانجيل ان ليه اب؟ يا عم. انا بقول لك سيب لا الانجيل ده. لا، انا انت مقتنع ان بقتنع مين ابوه؟ انت مقتنع مين ابوه؟ ملوش اب، ملوش اب، طب ده اتولد ايمان ازاي؟ يا عم الانجيل اللي اتولد بيقوله ازاي؟ يا اتولد عم من غير خلاص، روح الغي وعصب. الانجيل، الغي الانجيل خالص. انت مقتنع بايه؟ انا مقتنع ان الملاك نفخ ايوه، في العذراء مريم وكان المسيح عليه السلام، ونوصلت النفخة الى الروح طب احنا بقى، المريم. احنا بقى احنا احنا بقى احنا بقى احنا بقى ليه بقى هو دونا عن البشر كله من ساعة آدم وحواء لغاية لما القيامة هتقوم حصل معاه كده؟ لا، في واحد تاني اسمه ملكي صادق عندك في الكتاب المقدس، ما كانش له اب ولا له ام ولا له نسب. سمعت عنه ده؟ ايه انا طلع شيطاني؟ اه، الكتاب اللي عندك بيقول كده. الكتاب بيقول اسمه ملكي مين؟ صادق، اسمه ملكي صادق اللي قابل ابراهيم، وابراهيم قدم له العشر، قدم له العشور، ابراهيم في سفر هو بني التكوين. ادم يعني زينا ده؟ ايوه، بني ادم قابل، بقول لك قابل سيدنا ابراهيم. يعني وان يمكن الكتاب عندك مقصود منها ان هو يتيم الاب والام، لكن اتولد ازاي ده؟ لا طيب لا لا، بيقول لك بلا أب وبلا أم وبلا بداء، وبلا بداءة نسب، كأنه مشبه باسم الله، بابن الله. إيه رأيك في الراجل ده؟ الأستاذة مريم بتقول أول ما تسمعي ده، أستاذة مريم طب عندك يا عم فيصل، سمعنا عم فيصل، نزل لنا النص بتاع، نزل لي النص ده بتاع فين النص ملكي ده؟ صادق، ملكي في سفر، في رسالة العبرانيين، رسالة العبرانيين، ماشي، نزل، اكتب لي، اكتب لي ملكي صادق كده. استنى هلا بورجيك، افتح الشاشة عندك يا أستاذ لورد. ايه. تفضل. ايوه، يعني هو نزل مع المطر ولا ايه؟ ده مش فاهم انا. كتابك اللي بيقول يا استاذ، انت احكي لنا يا استاذ، انت احكي انت لنا. الكتاب بتتكلم عن عندك يا الكتاب، استاذ، اشرح بتتكلم الكتاب. لا اقرا كلمة انه اقرا يجي من حاجه غير ما اب ولا ام. دي طب ام، طب اب هات ماشي، لكن الاستاذ اب اشرف. الام اسمع كمان اشرف ربنا اداه. يا استاذ اشرف، يا هات استاذ العهد اشرف، اللي قبليه، هات استاذ العهد اللي اشرف، قبليه يا استاذ زياد. سجل المعلومات. معاك احنا نبغى، احنا عاوزينك تسجل المعلومات، نبغاك تسجل النصوص، تروح ابحث عنها. شوف يا استاذ، هاي تمام تمام طيب لان ملكي صادق اسمع ده، هذا ملك نيجي السر. لجزئيه ثانيه عشان ما نضيعش وقت. اسمع، ملكي صادق اهو، اسمع 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 اهو، اسمع اسمع انا ده. سمعتها. تمام، طيب يعني يا استاذ الحاجه كمان عندك الكبش، كمان الكبش اللي الله نزله لسيدنا ابراهيم عليه السلام، كمان يا استاذ له اب ولا ام؟ بلا يعني اب هل ولا ام. ايه، كبش ده مش خروف؟ خروف؟ خروف اه، ما كانش له اب ولا له ام. طب احنا لو بنتكلم عن سمحت بشر يا استاذ دخلتونا في لورد، استاذ التفاهم. لورد بعد اذنك يا اشرف، يعني استاذ لورد خلي الحوار تفضل ارقى تفضل. من كده. طيب معلش يعني بتشبهني ده بالكبش؟ كيف ارقى يا يعني؟ استاذ لورد، يا استاذ لورد، تفضل يا فيصل، تفضل تفضل. ممكن تعيد النص عشان في واحد تحت مسيحي عاوز النص كرما. حط له النص الثاني. مالكي صادق، صادق، رسالة ملك العبرانيين. صادق، بلا اب ولا ام، مشبه بابن الله. انا تمام. حفظتها. شوف يا استاذ، في سفر، في احفظ العبرانيين العبرانيين 7 سبعة 1 لثلاثة، حلو؟ العبرانيين واضح؟ سبعة. إيه؟ لأن ملكي صادق هذا
ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء، المترجم أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو بل مشبه هو بابن الله. طبعا طبعا البابا شنودي بيقول هذا ليس يسوع، يعني يعني بلا بيقول لك نهاية مشبه. وبلا أبي. ايوه ايوه أبي كده بيجوا 4 آلهة مش 3 زي ما أنتوا بتقولوا، لما هو لا ملوش بداية ولا ليه نهاية، احنا ماذا يبقى كده ماذا كده نتساءل؟ الله هو كده، لأن اه الله بس موجود اللي ملوش بداية وساجد ونهاية. هذا مريم شايف حبيبي شايف حبيبي. طب معلش 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 يعني استاذ اعظم استاذ من يسوع هذا. لود ثواني لود، هات له من سفر التكوين قصه ملك صادق مع ابراهيم، اكتب ملك صادق كده هيطلع لك في سفر التكوين، وانه قابل ابراهيم وان ابراهيم قدم له العش عشان اعرف ان دي شخصيه حقيقيه كانت موجوده. هو شو معلش، اعتراف؟ وهذا ليس هو يسوع باجماع المفسرين عشان ما حدش يضحك عليك، لان يسوع كان من ام، انما ده بلا اب ولا ام. بجيب خلاص له كده البابا شنودي، بجيب له البابا شنودي اسهل له. كله، تعال شوف يا اسطى. كل الاباء قالوا ان هو ليس هو المسيح عشان ما طبعا حدش طبعا. يضحك عليك ويقول لك طيب المسيح، ده اهدوا المسيح. عليه، اهدوا عليه يا جماعة، اهدوا عليه. شوف يا طب اسطى اهدوا احنا عليه هادين اهو، احنا عشان هادين اهو. نسمع، عشان طيب نسمع بس. انتوا طيب كده كتاب، هادين؟ يلا تفضل شوف شوف. تفضل يا اشرف، طيب عينينا ليك يا اشرف. ممكن استفسر عن شيء اخير كده؟ طيب طب احنا اقرا قلنا، الاول، اقرا احنا قلنا قلنا بلا اب تمام، ايه، مين اللي كان عنده المقدره في البشر انه يقيم اموات؟ كل او مين عندك اللي كان المسيح عنده في البشر؟ وعندك الانبياء. كتير اقول لك انبياء، كل كتير الانبياء انبياء. قام. اليشع، اليشع اقام، اقام ميت بعظم الرفات بتاعه وهو في القبر كده، كان ميت، مجرد ما الميت نزل على عظمه في القبر قام. ايليا اقام موتى، حزقيال ايوه اقام طيب موتى، اقام طيب موتى، حزقيال اقام جيش من الموتى. الموضوع ده ما كانش بياكل مع اليهود، كان اي نبي عندهم بيقوم لهم اموات، فما تقولش بس ان اقام موتى والكلام ده كله. طيب ومين اللي من المعجزات، الانبياء رفع؟ رفع عنده ايليا كتير، رفع الى السماء ايليا واخلوخ رفع الى واخلوخ. السماء، الاثنين رفعوا للسماء. خلينا كلهم نسمع، الديان خلينا المفروض نسمع، يعرفوا خلينا بعضهم. نسمع اللورد لو سمحت يا شيخ. ما تفضل اللورد، عندك اضافه؟ طيب اي نعم استاذ، استاذ اشرف، هي عندك هون في سفر يشوع بن سيراخ عندك ايليا بيقول لك هون انت الذي اقمت ميتا من الموت. هي ايليا احد الاشخاص اللي اقاموا امواته في في قصص، يعني في وهو تلاقيها ميت. من جيبها يعني. حسقيال احيا جيش من الموت يا استاذ، نعم احيا جيش من الموت. طيب وعندك طيب التلاميذ ومين ايضا، اللي تلاميذ رفع؟ قادرين على احياء الموتى. قلت ايليا ولا اليشا؟ ايليا رفع، ايليا الاثنين، واخنوخ الاثنين رفعوا. ايليا اخنوخ. واقول لك حاجه طيب ثانيه كمان، واقول لك حاجه ومين ثانيه اللي استنى، هيجي يوم وبولس، القيامة؟ ثواني ثواني بس، وبولس طلع في السماء الثالثه، طلع الفردوس ونزل تاني. بولس قال كده، قال انا طلعت في السماء الثالثه، طلعت عند الفردوس وسمعت كلام ما ينفعش اقوله ونزل لنا تاني. ايه رايك؟ طيب ومين اللي هيجي يوم القيامة؟ يوم القيامه ما حد، ايه مين هيجي؟ هيجي؟ ايه يعني، ايه هيجي القيامه؟ مش يعني ايه؟ في القيامة، في القيامة اليوم الأخير، ايه يعني مش ايه مين؟ مذكور عندك في اخر إنه الزمان بيعت المسيح؟ قصدك في اخر الزمان؟ لا هو قصده قصدك يوم في اخر القيامه. الزمان؟ لا لا هو قصده يوم القيامه. هو قصده ان الايه اللي بتقول ان المسيح ياتي ديان، ديان العالمين. قصده الايه دي، قصدك الايه دي؟ ما عندناش ايه كده، ده البابا شنو ده قالها كده ضحك عليكم ساعتها، مفيش ايه عندنا كده خالص. لا انت عندك، ان انت عندك، ان انت بالنسبه لنا احنا مش معترف بيه الكلام ده، بس انت عندك بتقول ان ما هو عندناش هاجي والله. واسم المسيح الدجال. ما تسمعني الان؟ شوف يا استاذ، وان هو اللي هيقيم هيجي يكسر الصليب، هيجي يكسر ايه؟ الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالاسلام ويقيم الصلاه ويحج ويعتمر ويصلي ورا المسلمين بصلاه المسلمين، ده اللي هيجي المسيح. هل دوت الاله بتاعك اللي هيصلي ورا المسلمين بصلاه المسلمين ويتبع شريعه لا الرسول طبعا. محمد؟ انت مؤمن بكده؟ يتبع شريعة مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وهيحج وهيعتمر ده بالنسبة وهيموت في لك انت. الاخر. طيب ومن انت بس، انت عارف ايه بالنسبه لي، انت جايبه لي ليه بقى؟ احنا على فكرة، احنا المسيح قبل الصلب بتاعه ختم الكلام كله، قال لك سيأتي بعدي انبياء كذبة كثر ايوه اللي هو او مين بقى دول؟ كثيرون. اللي بولس بيتكلم عن بولس، اي لان حد النبي هيجي بعده في كذب. الباب؟ لا 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 لا، لا لا لا، ما عليك. هو ما قالش لن ياتي بعدي بولس الا مين؟ كذب. بولس من التلاميذ قال بتاعه هيكذب؟ بولس ما كانش من التلاميذ يا حبيبي اصلا، بولس ده كذاب.
بولس بولس كذاب، بولس كان من الانبياء، هو كان بيدعى من الانبياء، هو برنابا وكذب على بولس كان من المسيح. الأنبياء، ايوه وكان كذاب، كان كذاب، هو اللي قال كده، هو قال يعني نبي انا كذاب. طب كويس، ما ما هو قلت. طيب يا ده في استاذ، الأم في طيب استاذ اشرف، مشان اشرح لك الفكره مشان يعني تستفيد منها، هذا الحديث اللي انت بتقول عليه تمام شايفه؟ صدقني انا بستفيد منكم، انا باخد منكم معلومات على فكره، مستفيد يعني، اهلا مش وسهلا فيك، داخل استظرف انت يعني. انسان محترم يا عم اشرف، انت انسان محترم، انا بتكلم معاك بكل صدر رحب. انت انسان محترم بس ما تابعتني لسه الله يا استاذ يبارك لك. اشرف، ما تابعت. لا ما تخشش في بس الناحيه الاسلاميه واسمع فيها، بس فيها انت لوز لوز، قلت لي معلومه اسمع فيها اضحكتني الكلام كتير ده. يعني، جيز اضحكتني بص كتير. يا كيف نبي وكيف كذاب؟ مش عارف. بص يا طيب يا اشرف، بولس نفسه قال، قال ان كان مجد الله قد ازداد بكذبي فلماذا ادان انا كخاطئ؟ لو انا ما بجد ربنا بالكذب ليه حأدان؟ وقال لهم اللي انا كنت بتلون، قال كنت قد صرت لليهودي كيهودي، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس، وللذين بلا يا باشا ناموس يا كأني باشا يا بلا باشا يا ناموس، باشا، استنى 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 بس، لأربح استنى بس. الكل، انت سيبك لأربح سيبك الكل. من بولس، انت برضو مش فاهم المعنى بتاع القصه دي. انت سيبك من بولس، انت عندك في باعتراف الانجيل نفسه ان الرسول بطرس، وكان من اقرب التلاميذ للمسيح، يا عم انكر بولس المسيح عمره ما ثلاث كان مرات. المسيح ما انا اصلا. هفهمك اهو، يا عم انت انكر بتتكلم المسيح عن ثلاث بطرس مرات. مش عن بول، ده بطرس مش بولس، انا بكلمك عن بولس مش عن بطرس. انا عارف بتتكلم عن بولس، انا بقول لك في كل حاجه كان ليها موقف وكان ليها ظروف وكان ليها ايه معنى دخل غير بولس اللي انت واصل لبطرس؟ لك. يا استاذ ايه دخل بطرس لبولس؟ انا بديك ايه مثال عشان دخل؟ تفهم انا بقول ايه. انت قلت لي انا بولس بقول من لك بطرس، التلاميذ. انت لو فهمت، انت مش مديني فرصه اكمل الجمله المفيده. بقول لك بطرس انكر المسيح ثلاث مرات، وهو قال له ستنكرني ثلاث مرات قبل صياح الديك، طب يعني ايه قبل ما دخل ده في الفجر دخل كده بولس؟ يطلع هتكون انكر ثلاث مرات. لا سحاشة يا سيدي ولا ومش عارف ايه. بعد كده جه فعلا انكره، ولما صاح الديك افتكر تذكر الكلام ده، فبكى بكاء شديد وقدم توبه. طب ففي ايه كل علاقة حاجه ده، ليها ظروف. ايه علاقة ده، ايه علاقة اللي انت قلته عن بطرس بالكلام عن ان بولس بولس كذاب؟ ايه دخل ده في ده؟ انا انت عايز اقول لك تعرف، ان اي حاجه كان انت ليها ظروف تعرف وكان ان، ليها موقف. ايوه، انت تعرف ان بولس اتكلم عن بطرس وقال ان بطرس ده مرائي اللي انت بتتكلم عنه ده، قال ان بولس انت ده، عارف ان بطرس بولس كان ايه الاول قبل ما يامن، كان او كان بيطارد اسمه ايه؟ الكنيسه، كان حرامي اسمه شاول بيطارد الكنيسه، ايوه بالظبط. هو ده الكذاب اللي بكلمك عنه، ده بس الكذاب ما اللي ينفعش بكلمك يبقى عنه. رسول او نبي يبقى كذاب. بقول ما لك انا القصه قلت دي رسول، اتقالت في هو ظروف كذب، معينه. هو يا استاذي هو اللي كذب، هو كذب وقال لهم انا قابلت المسيح وما صديق شافش المسيح طيب، اصلا. الدكتوره رحمه طالبه قست. طيب مين اللي قال لك ما شافش المسيح؟ هو ما شافش المسيح لما هو اصلا، ظهر له المسيح، لما هو ما المسيح ظهر خلاص له ده هو اللي وقال له كذب على شاول الناس. شاول لماذا تضطهدني؟ طيب ما حصلش الكلام ده، ده قصه مخترعه من بولس، هو اللي بيكذب يا يا استاذ. مين استاذ قال لك ما فيصل، حصلش؟ يا استاذ فيصل شوف، عفوا يا استاذ اشرف شوف علي بس ثواني بعد اذنك. يعني يا صديقي هذا بولس شو قصته؟ ازاي ما حصل يعني؟ بناء على انه ما حصلش ده يعني معناها ان في حاجات محرفه. ايوه يا استاذ، كل معظم الحاجات دي طيب محرفه. بولس اتحرف، هات لي حاجه بولس اتحرف، محرفه، وهات لي بولس الاساس المصدر اللي انت بنيت عليه ان هو محرف. تكرم. طيب طيب انا هقول، حط انا نقطه هقول لك حوار، حط نقطه حوار يا اشرف. يعني انت بولس عاوز اتحرف، نصوص يبقى محرف عندك المصدر. يا حبيبي، يا حبيبي يا اشرف، انت عاوز نصوص من الانجيل محرفه مختلفه فيها تناقضات؟ مش فيها تناقضات، انا عايزك تجيب لي المصدر وتجيب لي بعد كده الحاجه اللي اتحرفت، يعني جيب طيب المصدر والتحريف. طيب شوف يا ايش استاذ، معنى التحريف؟ ايش معنى التحريف عندك؟ ايه ايش معنى كلمة تحريف؟ ايش دكتور معناها؟ احمد تفضلي اطلع، هنزل تاني، تفضلي اطلع مكاني، تعالي مكاني، طلع دكتور احمد هطلع تاني بعد. ايش معنى كلمة تحريف عندك يا استاذ اشرف؟ ايش هو معناها اي عندي انا؟ زيادة؟ اي نعم، التحريف زيادة او نقصان من الشيء. الله ينور عليك، الله ينور عليك. معك الاستاذ لورد الان راح يشرح لك الزياده والتحريف، بس ناخذ مداخله للدكتوره رحمه. ماشي، تفضل تفضل. بعد اذنك يا لورد. ايه اهلا وسهلا. لكن ما صدقت مش هاكله ما لا يا دكتوره مرحبا، يا اخ مسيحي اللي يخلص الشاب هذا وابشر بعيونه يطلع. تفضل يا اخ، الحمد لله.
ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذنا؟ طيب، أستاذ انا أشرف. لفت انتباهي ان الاستاذ بيستشهد بمادة 7، هو نزل ولا ايه؟ نزل أتوقع. طيب، انا هعرض مادة 7 لو الاستاذ موجود، يا ريت يكون حاضر معانا عشان يسمع. معلش حضرتك تفتح لي الاصحاح كده، اللي حاضر. هي مادة 7، من اول سيقوم انبياء احترزوا من الانبياء الكذبه فانهم ياتون في ثوب متى الحمام سبعة؟ وهم من الداخل ذئاب خاطفه. متى سبعة إصحاح كم لو سمحتي؟ هو متى الاصحاح السابع. طيب. تمام، معلش أيوه. انا تعبكم معايا جدا. بص حضرتك، ازاي حضرتك يا استاذ اشرف؟ انا لقيت حضرتك بتستعين بالنص ده فانا حبيت اوضحه لحضرتك يعني. أنا ولا تمام، قدامي كتاب ولا بتاع معلش معلومات هتقرا لنا عامة. بقى حضرتك كده بصوتك يا استاذ فيصل العدد اللي هو بيقول، انزل تحت شوية العدد 15. ده إيه ده في العهد القديم؟ بص يا عم ابو فيصل، انزل للعدد احترزوا 15. من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من خلصوها يا داخلهم عم ولا لا؟ ذئاب خاطفة. تمام؟ ايوه من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتذون تمام، من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ العدد هكذا 15. قولوا لنفسكم. لا، اللي هو قبلها، اللي هي ايوه، احترزوا من الانبياء الكذبه. معلش عيدوه تاني لان انا ما سمعتش. ماشي احترزوا ماشي، من الأنبياء. هنسمع دلوقتي وهنشوف مين هم، عشان يعني انا ما بحبش حد يقول كلمه بدون دليل. من الانبياء احترزوا الكذبه الذين من ياتون الأنبياء ايه بقى؟ الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطف. حملان. عندنا نقطتين هنا، ان الانبياء الكذبه دول هياتون في ثياب حملان. النبي عندي ما اتاش في ثوب حملان، النبي عندي محارب ومقاتل ونبي مشرع واتى بشريعه زي موسى. تمام، فدي اول صفه ما تمام. تنطبقش على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، تاني صفه بقى، هم من الداخل ايه؟ ذئاب. حضرتك تعرف الذئاب ده لقب مين في الكتاب المقدس؟ يا أستاذ أشرف. هاي يا استاذنا تعرف؟ أيوه معاك أنا. هي بتقول النبي ما جاش في ثياب حملان. استاذ اشرف، تعرف مين الذئاب في الكتاب أيوه المقدس؟ معاكي معاكي حضرتك تعرف مين معاكي. الذئاب في الكتاب المقدس؟ خالص، انا النبي عندي إيه؟ محارب ومقاتل. فلازم النبي الكذاب ده هو من يجي في الأول ثوب حملان بس ثواني لانه بس جبان بس مش أنا هاخد هيحارب. جزئية نمرة جزئية معاكي اتنين، بعد إذنك. لانه جبان مش طب هيحارب. ثواني نمرة اتنين، مين قال لك نمرة جبان مش واحد، هيحارب؟ نمرة واحد هيجي جبان مش هيحارب. ما هو اتى في ثوب الحملان. انا نبي ما اتاش في ثوب الحملان الحمد لله. تمام، نمرة اتنين، من الداخل ذئاب خاطفة. حضرتك تعرف ومين مين اللي راح الذئاب في غار الكتاب حراء؟ المقدس؟ شو دخل غار أنا حراء؟ بقول لك امشي مين اللي معايا راح خطوة غار خطوة حراء؟ ماشي. ما وأنا هو بجاوبك في راح الأول غار أهو. حراء واستلم الشريعة وبعدين حارب. حلو حلو، حارب، ما يعني هو هو من محارب، أول ما ما اتاش في نزل ثوب النبي، الحملان. اسمعيني، من أول ما نزل النبي نزل النبي حارب محارب. ولا كسب لا، دولة زي وكسب موسى، دولة ما موسى وعمل برضو في شعبية؟ الأول. ممكن أكمل؟ الأول لا، كان ما إيه؟ عملش شعبية، مفيش حاجة اسمها كمل. شعبية للنبي. موسى عمل كده برضه، موسى ما حاربش إلا لما انتصر على فرعون. تمام؟ فده ما يعيبش النبي، لكن اللي ما حاربش خالص هو ده النبي الكاذب. نكمل بقى. وهم من الداخل ذئاب خاطفة. ذئاب دول حضرتك تعرف لقب مين ذئاب في الكتاب خاطفة. المقدس؟ ماشي. مين ايه؟ بقى الذئاب الخاطفة دول؟ حضرتك تعرف مين الذئاب الخاطفة مش في عارف. الكتاب المقدس؟ لا طيب، نفتح بقى مش تكوين عارف. لا 49 عدد 27. تكوين 9 9 27 27 قد ايه؟ معلش يا عم ابو فيصل انت تعبك. لا لا بس. وقال مبارك الرب واحدة إله واحدة. السابع ليكن تكوين كنعان. 49 لعدد 49 ولا 27. 9؟ 49. العدد كم؟ ايوه 27. بنيامين ذئب يفترس. بنيامين ده كان نبي؟ بنيامين حضرتك تعرف، حضرتك تعرف مين؟ مين حضرتك تعرف مين أتى من ست
بنيامين بعد سبط المسيح. يهوذا بنيامين، ايه؟ من اتى من سبط بنيامين؟ ها يا فندم، حضرتك تعرف؟ لا ما اعرفش، مش سامع السؤال اصلا. الصوت واضح، بيقطع الصوت يا بيقطع. دكتورة، لكن من الشخص اللي اتى من سبط بنيامين؟ الصوت واضح؟ واضح واضح. واضح يا دكتور، واضح. كده سامع، انا كده سامع. بقول لحضرتك، حضرتك تعرف مين بنيامين، مين لا ما اللي أتى من سمعتيني، قلت سبط لك لا، قلت لك لا. بنيامين بعد المسيح؟ بعد المسيح؟ طيب بعد المسيح حضرتك ازاي؟ افتح روميا، روميا الإصحاح الأول عدد 11. هو اوكي بعد المسيح اللي أتى النبي الكذاب أتى من بنيامين، من سبط بنيامين. مين هو النبي تمام، الكذاب بقى بنيامين؟ حضرتك بقى بص بقية الإصحاح هتلاقي صفات مين هو النبي. النبي الكذاب بقى بنيامين؟ انزل تحت كده بقى شوية يا عم أبو فيصل، اقرأ آخر أوصافهم، 3 أعداد. إيه؟ أيوه، أوصافهم، هيعمل إيه بقى؟ أوصافهم. انزل انزل تحت بقى. لأ، في ال لأ ارجع تاني المعرفة. للإصحاح بتاع المسيح، متى 7 تاني. متى 7؟ أيوه، طيب أصحاح كم؟ هنرجع بقى ننزل تحت إحنا شوية إيه من دخلنا في أول، من الذئاب سمريا تعرفونه. والحملات؟ لا، إحنا بنتكلم ما كنا هو عن النبي التحرير. الكذاب، ما هو النبي الكذاب هيأتي من سبط بنيامين من الذئاب. بص بقى، فحينئذ أصرح لهم. بص، هنقرأ من يعني انت أول، عايز من سمريا تبينين ان تعرفونه. عايز تبينين ان النبي مش من سبط بنيامين، فهو مش من الانبياء فإذا الكذبه. بص بس، فإذا من ثمارهم تعرفونه، انت هنعرف إيه هي الثمار اوكي دي. بص يا فندم، يا فندم لو سمحت ما تقاطعنيش. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب، معلش تبينين يا عم بقاطعك. بروفيسور، كبر بس الخط شوية، كبر الخط شوية معلش. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك صنعنا قوات كثيرة، باسمك صنعنا معجزات؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلين الإثم. الناس دي أخرجت لا شياطين وتنبأت وعملت قوات كثيرة باسم المسيح. المسلم ما بيعملش حاجة باسم المسيح. المسيح عندي نبي ورسول، هينزل يحكم 40 سنة وبعدين يموت ويصلي عليه المسلمين. تمام، ادي صفة كمان للأنبياء الكذبة. تعرف إن الأنبياء الكذبة سيأتون في جيل ركسة الخراب، قبل ركسة الخراب؟ ده بالنسبة لك انت. طبعا. لا لا، مش بالنسبة لي والله خالص، أنا ما عنديش ركسة خراب أصلا، أنا لا أعترف بالتاريخ حضرتك خالص، يعني أنا انت بتكلم معترفة، بالكتاب المقدس. يعني ما انا عايز نيجي اوصل بقى لمعلومة بس، انت نشوف معترفة بان نشوف يهود؟ نشوف بس يا جماعة انا مش الجيل عايز اللي اقاطعك هيأتي والله. فيه. معلش يا عم أبو فيصل تعبتك. طب افتح لي متى، افتح لي متى 24. طيب عبين ما يفتح الاستاذ فيصل بدي اورجيه للاستاذ يا فندم الكلام استاذ ده في سامي. العهد القديم في سفر روميا. شوف شوف يا صديقي الو الشغله، يعني سامعني؟ انا سامعك، انت مش سامعني بس. ايه انا سامعك. ايوه معاك انا، ايه يا استاذ، تمام. هي يعني الاخت ذكرت موضوع انه يعني طبعا المسيح شو قال؟ المسيح قال هم في الداخل ذئاب خاطفه. هذا وصف للشخص اللي حيجي، اللي المسيح كان عم بيحذر منه، من الداخل ذئاب خاطفه. ايوه فهي ورجتك انه لقب ذئب هو لقب يطلق على سبط بنيامين. طيب مين اجى من سبط بنيامين؟ اللي اجى من سبط بنيامين هو بولس. اجى من سبط بنيامين الذي يطلق عليه لقب ذئب. عندك هون يا استاذ قاموس الكتاب المقدس، دائره المعارف الكتابيه المسيحيه، سبط بنيامين شو بيقول لك تحت؟ بيقول لك تحت يا استاذ كان شاول الطرسوسي الذي صار الرسول بولس من سبط بنيامين اللي هو لقبه ذئب. فهو فعليا من الداخل ذئب الخاطف. تمام. والانبياء الكذبه دول، الانبياء الكذبه دول هياتوا بيقطع الصوت في هذا الجيل، وهنعرف تفسير الجيل من كلام المسيح نفسه. ايه رايك؟ هي ونفس الصفحه، نفس الصفحه هي، نفس نفتح؟ الصفحه بيقول لك. يلا انا اسمع رايي والله، انك انت خلينا جبتي معلش لي، يا ثواني عم بس، ابو فت. انت عايز رايي ولا استنى تكملي كلامك براحتك؟ يعني طب نفوت على التحريف اهم، يعني بصراحه مش يعني هذا الموضوع ما مش عارف شو طيب احنا كنا بنتكلم ياتي في موضوع بثماره. التحريف، دخلنا في موضوع ثاني وانا هرد عليك فيه، ينفع باختصار يعني؟
يا دكتورة. أولاً أنت موضوع من سبط بنيامين ده كان في العهد القديم، وأنت قلت مقصود بيه بولس، إنما المسيح نفسه بشخصه قال سيأتي بعدي أنبياء كذبة كثر. صديقي نعم، بمعنى أن هو أي حد هيجي بعد. طيب راح نوريك دحين يا دكتور رحمة. طيب احنا ممكن نركن موضوع الذئاب والكلام ده، ونمسك بس نمسك الاهم من القصه دي، موضوع التحريف. احنا اتكلمنا في موضوع التحريف وقلنا هاتوا المصدر الاساسي اللي نسبه اللي نزل بعده محرف. حلو. زياده او نقصان بس. حلو ممتاز. حلو، شو رايك ناخذ مقدمه سريعه عن المخطوطات؟ حلو، انت بتعرف شو يعني مخطوطه يا استاذ؟ هذه مخطوطة، المخطوطة اللي هي المصادر الأساسية أو أيوة. أقدم مخطوطة وصلت يد البشرية. كتير حلو، ممتاز. حلو. طيب أنا بدي إياك حتى يعني نفهم فهم، تمام؟ رح نقرأ مصدر مسيحي، نتعرف على أسماء المخطوطات هاي وشوفي عنا. حلو؟ تمام، عندك هون يا أستاذ هاي موقع الأنبا تكلا، هذا أقوى مرجع مسيحي معروف، يعني قاموس الكتاب المقدس، دائرة المعارف الكتابية المسيحية. إيه؟ مش أقوى كتاب. بس كمل استاذ اشرف، اسمع اكثر ما تتكلم استاذ اسمع. طيب اسمع على صوتي يا اخوه، لما يكون حد بيتكلم انا مش بقاطع على فكره، لا بس انا قصدي لما يكون في حد يتكلم نركزه كلنا عشان نسمع فكرته، وبعد كده لما تتكلم حضرتك نسمعه كلنا، عشان بس يبقى في يعني حضرتك بتتكلم كتير اسماء ما الشارح بيشرح، فبيبقى الناس مش عارفه تسمعك ولا تسمعه، هو يتكلم وبعد كده حضرتك تقول فكرتك بعديها على طول. ماشي. هو دلوقتي عايز يطلع لك ان اساس التحريف ايه. التحريف بيقول لك ان في حاجه اسمها عندكم مخطوطات اتنقلت منها، اترجمت منها الاناجيل في ايدك ديت، فيجي لك انجيل باللغه العربيه في مصر والدول العربيه ويترجم للغه الانجليزيه للناس اللي بتتكلم انجليزي، وللفرنسي بالفرنسي، وهكذا. اساس الكلام ده منين بقى؟ من مخطوطات. هو هيجيب لك الاستاذ لورد دلوقتي المخطوطات اللي اترجمت من خلالها الاناجيل اللي انت ماسكها في ايدك واللي موجوده في العالم كله، فين اساسها اللي اترجم منه؟ اتفضل يا استاذ لوط. طيب شوف يا صديقي، نحن بدنا ناخذ مقدمه على المخطوطات لحتى نعرف شو في عنا، تمام؟ طبعا هذا مو كتاب، هذا موقع الانبا تكلا، موقع ارثوذكسي معروف، بقتبس من الكتب، بعرض لك اياه هون. عندك هون عم بقتبس من كتاب. عاطف ما تكتبش كتير، هتطلع بس الاستاذ اشرف ينزل وحضرتك اطلب جسته وحيطلع، هتقعد تكتب كل شويه. اتفضل الراجل اخوك في المعموديه، اسمعه بس الاول يخلص حوار وانزل كمل بعديه. اتفضل يا استاذ لود. انا اسف. اتفضل. الله يطول عمرك. تعال شوف يا جماعه، دائره المعارف الكتابيه المسيحيه، هذا هو اسم الكتاب، مجلداتها كبيره طبعا، موجوده في مصر، فين بتشتريها؟ شرح كلمه مخطوط، مخطوطه، مخطوطات. تعال ناخذ مقدمه سريعه عن المخطوطات. كتبت المخطوطات الاصليه للعهد القديم اما باللغه العبرانيه او باللغه الاراميه. وكتبت المخطوطات الأصلية للعهد الجديد بأي لغة؟ العهد الجديد باللغة اليونانية، ولكن يونانية فعلا. حلو، ممتاز. ولكن لا توجد لدينا الآن هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبت الأسفار المقدسة، يعني الأصول للعهد القديم ضائعة والأصول للعهد الجديد كمان ضائعة، إلا أنه توجد آلاف المخطوطات، عندي 5300 مخطوطة للعهد الجديد تقريبا، التي هي نسخ من أسفار العهدين القديم والجديد. ملاحظة، ولا مخطوطين بتطبقوا مع بعض بدون أي مبالغة، وهذا كمان بجيب لك عليه اعترافات مسيحية من أكبر العلماء، من البروفيسور دانيال ولس مؤسس معهد مخطوطات العهد الجديد. هلأ خلينا نكمل، بدنا نتعرف على أسماء المخطوطات. تعال نشوف، ننزل لتحت نشوف مخطوطات العهد الجديد. هي أما أهم المخطوطات اليونانية للعهد الجديد فهي ما يلي: ألف، جزازة مكتبة جون رايلانس. شو يعني جزازة؟ يعني قصاصة. قديش حجمها؟ فيني أورجيك إياها. اسمها B52، حجمها هيك مثل حجم الفيزا كارد، حجم كارت البنك، بس فيها كلمتين كاملات والباقي كله مقصوص من الزوايا، يعني ولا بتفيد شيء. سنة 120 ميلادي، يعني قرن ثاني. بالقرن الأول ما في ولا حتى قصاصة ولا شيء من القرن الأول. ما علينا، منكمل. عندك بعدين سنة 200 أجزاء من لوقا ويوحنا، سنة 250 كمان أجزاء. طب تعال نشوف أقدم مخطوطة كاملة حتى موجودة بكتب البابا شنودة. هي عندك هون مخطوطات مكتوبة على الرقوق، ألف النسخة السينائية، تحتوي على أسفار العهدين القديم والجديد باللغة اليونانية وترجع إلى القرن الرابع الميلادي، موجودة في المتحف البريطاني في لندن. دي بالنسبة للكاملة يعني.
ايوه بالضبط، هي اقدم مخطوطه كامله، قبل هيك ما في كامله، في قصاصات واجزاء يعني. عندي بعدها الفاتيكانيه والاسكندرانيه والافراميه، هي اهم اربع مخطوطات، وهي بكتب البابا شنودة. هي كمان كتاب من البابا شنودة، سنوات مع اسئله الناس، اسئله خاصه بالكتاب المقدس البابا شنودة الثالث. بيقول لك يوجد كذلك في المتاحف نسخ للانجيل ترجع الى القرن الرابع حرام. تماما كالانجيل الذي في ايدينا الان. هو هيك عم بيقول، عم بيقول انه هي زي الحالي، خلينا نشوف. ونقصد بها النسخه السينائيه والفاتيكانيه والافراميه والاسكندرانيه السكندريه، هي الاربع مخطوطات، كل منها تحتوي على كل طيب كتب انا العهد اسف، الجديد. ايه استاذ انا لوز، اسف بس هقطعك مش في النقطه مستوعب دي. كل ده، خش له على طول في الحاجه على طول. شوف يا استاذ، خش له على طول، انا عايز خش له. اقول جمله واحده بس ومش هقطعك تاني يعني. اتفضل. انا عايز اقول جمله واحده بس مش عايز اقطعك تاني يعني، احكي لي يا ده استاذ. بعد اذنك يعني. احنا انت عارف كلمه تحريف هو الاقتصاص او التزويد زي ما احنا قلنا يعني. حلو. بمعنى جمله واحده بس هقولها لك، بمعنى ان حدث يتغير يبقى في وقت تاني، او الحدث نفسه ملامحه تتغير. حلو، انت فاهمني انا عايز اقول لك ايه؟ صح. انما الانجيل وخصوصا العهد الجديد كان بيحكي عن مواعظ وحكم، مش هو ايات ولا قافيه ولا اشعار ولا كده. انت فاهمني انا عايز اقول ايه؟ يا أستاذ أشرف، يعني كل الاختلافات موجودة والتناقضات موجودة بالأحداث، وهتلاقي كل كل حاجة اللي أنت عايزه، أغلاط حصلت وتنبؤات تنبهها ما حصل المسيح ما حصلتش، ووجود كل انواع نصوص التحريفات. زايدة ووجود ناقصة، ايوه كل احنا عايزين حاجة الاحداث موجودة. اللي هي اصبر بس، الجوهريه يعني. اصبر بس على ايوه رزقك، اصبر اصبر يا أستاذ، خش في كويس، على طول يا أستاذ زالود، تعال نخش. خش على طول، هتشوف على شوف يا طول استاذ، دلوقتي. عندك كل انواع التحريفات اللي بتخطر على بالك، نصوص زايده، نصوص ناقصه، قصص مضيوفه، قصص محذوفه، اسفار مضيوفه، اسفار محذوفه، نصوص متغيره، نصوص اللي بدك اياه، كل انواع التحريفات عندك اياها، تمام؟ شوف يا صديقي، هلا احنا عرفنا ان المخطوطه السينائيه هي اقدم مخطوطه كامله، مخطوطه الف اسمها، مخطوطه رقم واحد. هي للتاكيد راح اكتب على جوجل oldest complete manuscript of the bible، راح يقول لك المخطوطه السينائيه كودكس ساينايتكس. بدي اورجيك يا استاذ كيف تفتح المخطوطه بنفسك. تنسخ الاسم يا استاذ، وينك؟ ما راح شب. واو اخي لود، هو يعني مش دارس، مش فاحنا دارس. هو راجل بسيط جدا يعني. تمام. ففي واحد اسمه وفاء، في واحد موجود اسمه فادي، باين عاطف، عاطف ده كان عمال يقول انا عايز اطلع جست، عايز اطلع جست، وانا مسيح عايز اناقش، كان بيكتب كتير جدا كده. خلينا نشوف عاطف اسمه اشرف مرة ايه؟ بس نشوف الاستاذ اشرف ليكون هيرجع. اسمه استنى. عاطف. طب كان في الاخت رحمه كانت عايزه تكمل فكرتها، بتقول لي قبل ما حد يطلع، الاخت رحمه، الدكتوره رحمه، هي عايزه في الاخر توصلكم ان هو بولس، فهتختم خلاص الفكره بتاعتها ان هو من سبط بنيامين، وان هم الذئب دوت، وان هو من الانبياء الكاذبه والكلام ده كله، فكان عايزه تكمل فكرتها اختنا الدكتوره رحمه. عم فيصل تمام. انت موجود ولا مش معانا؟ عم فيصل، عم فيصل، فيصل نعم. حاج فيصل نعم، عم فيصل يعني يا حاج فيصل، حاج وين فيصل، فيصل؟ الله يعزك اختنا حسنة. يا عم فيصل، شكله مو لو كان هو كمان. طب هنعمل له ايه؟ يرن حد، يرن عليه حد، يرن على اخونا فيصل، جيز راح الحمام او شيء يرجع. حد يرن على فيصل، النداء الاخير، هي برا شايف سنة صوت من النداء الاخير. يا عم فيصل، فيصل ليه بيضرب اي حاجه، بياكل اي حاجه دلوقتي، ساب الجهاز. يا عم فينك يا عم فيصل، يا حاج ايه اللي فيصل، حصل؟ ايه ايه اللي اللي حصل؟ حصل؟ ايه الراجل وقع، لا عارفين نشد حد تحت ولا عارفين نعمل اي حاجه، عليه الصلاه والسلام. شد لنا انت الاخت وكيف ما الدكتوره حد. رحمه الاول، عايزه تختم الفكره بتاعتها. السلام اهي عليكم. الدكتوره، عليكم طيب السلام. مبدئيا معلش الضيف اللي طلع علق بس على انا صوتي مسموع الاول صح؟ الصوت كان انت قبل ما تنزلي الصوت راح خالص، ما كانش عندك اي صوت خالص.
طيب تمام، انا حابه بس كملي احرق الفكرة الاول عصيرة ان دكتورة النبي عصيرة. ان النبي عليه الصلاه والسلام الاول كان مسالم وبعد كده حارب، كل الانبياء كانوا كده. موسى مثلا اللي هو المفروض شبيهه اللي هو موجود في التثنيه 18 18، برضو موسى كان الاول مسالم ثم بعد كده حارب لما انتصر على فرعون، وكل الانبياء كده. الكذبه فقط هم اللي ما حاربوش. تمام، المسيح ان شاء الله هيحارب في المجيء الثاني وهيحكم 40 سنه وبعدين هيموت. نرجع بقى لموضوع بولس ان شاء الله. احنا قلنا للانبياء الكذبه، اولا هياتون في ثوب الحملان، يعني مش هيحاربوا لانهم جبنه. نمره اتنين، وعلى فكره ده مش كلام تفسيرهم، ان الانبياء الكذبه غالبا بيكونوا في مجموعات وبيكونوا جبناء ما بيحاربوش عشان عايزين اكبر عدد من الاتباع. نمره اتنين، هيكون من الداخل ذئاب خاطفه، يعني من سبط بنيامين، لان هم دول الذئاب بمفهوم المسيح، والمسيح كان راجل بيعلم في الهيكل. نمرة ثلاثة، أتباعه اللي هم بقى من ثمارهم تعرفونهم هيعملوا معجزات باسم المسيح، هيقولوا للمسيح يا رب يا رب، هيطردوا الشياطين باسم المسيح، والكلام من تفسيرهم، ويقدروا يرجعوا لتفسير تدرس يعقوب ملطي بالذات في الحتة دي لأن هم مسيحيين لا شك. معلومة تانية عن الأنبياء الكذبة مذكورة في متى 24، أولا هيأتوا أبريركسة الخراب، ثانيا هيكونوا من هذا الجيل، والجيل موجود في متى 23، تفسير العدد من العدد 36 للعدد 38 اللي هو الجيل اللي سيرى ركسة الخراب. يعني الأنبياء الكذبة دول أولا أتوا في زمن ركسة الخراب، قبل ركسة الخراب بالظبط. نمرة اتنين، هيأتوا في ثوب الحملان. نمرة تلاتة، هيكونوا من سبط بنيامين. طبعا هيأتي لي ناس ويقولوا إن بولس ده مش نبي، ده رسول. هقول لهم أنتوا ما قريتوش الكتاب المقدس صح، افتحوا معايا أعمال الرسل الإصحاح 13 الأعداد من 1 لـ 9 واقروهم، هتلاقوا إن شاول كان من الأنبياء وتم فرزه للكرازة، ومن ثم دعي بولس الطرسوسي. أتمنى كده تكون فكرة الأنبياء الكذبة وضحت، لأن نبينا مش هو النبي الكذاب، نبينا هو الباركليتس المبشر به في يوحنا الإصحاح 16. لو حتى مسيحي حب يطلع يقول لي إن ده الروح القدس، هقول له هصدمك صدمة حياتك، إن الروح القدس المسيح نفخها فيهم فعلا في آخر الإنجيل في يوحنا الإصحاح 20، وأعطاهم الروح القدس، قال لهم اقبلوا الروح القدس. إنما الباركليتس خير لكم إن أنطلق، لأن إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، والمسيح مش كذاب. تمام، فما ينفعش ان هو يقول لهم ان الباركليتس دي لازم ان انا انطلق عشان هي تاتي، وفي الاخر يعطيهم من الروح القدس وهو لسه موجود معاهم. فاللي انا الباركليتس مش هو الروح القدس. دي نمره واحد. نمره اتنين، الباركليتس لا ينطق بشيء الا بما يسمع، يعني كل ما يسمع ينطق به. تمام، انما الروح القدس في ايمانهم اله كامل. فهل هذا يعني ان الروح القدس ارادته ناقصه؟ لا طبعا. حبينا بس نوضح عشان الناس تبقى واضحة، وفكروا مليون مرة قبل ما تتكلموا على الأنبياء الكذبة، عشان صدقوني ملف الأنبياء الكذبة وحش جدا 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 ليكم، بالأخص لما تفتحوا النبوءة اللي موجودة في متى الإصحاح العاشر اللي بتقول إن لا يم... إن يأتي ابن الإنسان قبل أن تكملوا مدن بني إسرائيل. وحاليا بقى فيه جوز فور جيزس، يعني بقى فيه يهود من أجل المسيح. فإزاي المسيحية دخلت مدن بني إسرائيل وابن الإنسان لم يأتي بعد؟ فدي نبوءة كاذبة ليسوع، فده يخلي يسوع نفسه نبي كاذب. أغليه واشرب ميته، أستاذ فراس لما يبقى كلام كتابي أغليه واشرب ميته، لكن كتابك يبقى فعلا أنت بتعترف بالتحريف، وده اللي لورد بيحاول يقوله لك، إن كتابك فعلا لا يصلح إلا إنه يتغلي ويتشرب ميه. هتطلع يا والمسيح فراس، عمل فراس إيه؟ ده فراس بتاع الأذن، فراس بتاع الفيس بتاع الأذني، لا يطلع يا فراس. لو أنت أنا خلاص تمام، لو أنت قلت اطلع يا جملة فراس، لو أنت تطلع يا فراس، لو عايز تطلع طلع لنا بالله عليك. اللي هو عاطف ده عمال يتكلم بقاله فترة تحت، عاطف طيب يا عم الحاج. ممكن نشوف شغلة سريعة يا جماعة بإذنكم؟ السلام عليكم الحاج ورحمة الله. منير، عليك فوكات. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أيامكم إن شاء الله بالصلاة وعلى الحبيب المختار. هو شكلك كنت نايم يا شيخ منير. أي والله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. والله يا اسمحوا لي بس طبعا بعد ما أرحب بالجميع، أهلا وسهلا فيكم. والله يا أستاذ فراس، صرنا عم نلف كلام الكتاب المقدس وعم نعمل منه فلافل، عم نلف سندويشات الفلافل فيه. فإذا حضرتك إذا حضرتك طبعا قادر إنك تدافع عن الكتاب المقدس وعصمة الكتاب المقدس،
شيل التكلسات الموجودة عند المبيض الأيمن وتفضل اطلع حبيبي. أما شغل الكلام على التكست هذا عن طنط نرفت يا قلبي. ماشي يا عيني، يلا يا حبيبي، تفضل يا أستاذ لورد. طيب استاذ فيصل، ممكن بعد اذنك نكبر الشاشه شوي؟ الله يعطيك العافيه. شوف يا جماعه، هي ملخص سريع عن تحريف، يعني قصه المراه الزانيه مثلا. تعال شوف، قصه حلوه هي ولكن محرف للاسف. قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا 8 قصة عاطفية مؤثرة ينشأ عليها المسيحي منذ الصغر. هي عرفتوها اللي كان بدهم يرجموها اليهود، بعدين إجا لعند يسوع: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، اذهبي ولا تخطئي. كلها محرفة. ولكن للأسف القصة ملفقة ومحرفة بالكامل ولا تنتمي للكتاب المقدس. بحسب موقع الأنبا تكلا والموسوعة الكاثوليكية، المخطوطة السينيائية هي أعرق وأكثر المخطوطات قيمة وأهمية. هاي المخطوطة اللي كنا عم نحكي عنها، شفناها بكتب البابا شنودي وعلى موقع الأنبا تكلا، من اللي هي دائرة المعارف الكتابية، مخطوطة ألف اسمها، وهي مصدر كمان من طوائف أخرى كمان، كل الطوائف. هذا هو فراس. هذا هو فراس، شايفينه؟ برمين البراز مش قادر يطلع. هذا فرس البحر هذا؟ لا، هذا فرس النهر. فرس النهر؟ خرتيت البحر هذا. مش قادر يطلع. الله يديك، تعال شوف. هذا موقع المخطوط الرسمي بإمكان. خش على طول المفلوس. يلا. مخطوطات قيمة وأهمية. هذا موقع المخطوط الرسمي بإمكانكم رؤية النص اليوناني والترجمة الإنجليزية والمقارنة بما لديكم، فهناك الكثير من التحريفات. الله ميزنا بالعقل لنتأكد ونفكر. قصة المرأة الزانية في المخطوطة السينيائية غير موجودة، في المخطوطة الفاتيكانية غير موجودة، في مخطوطة واشنطن غير موجودة، في البرديس بوستي 75 غير موجودة. على موقع بابل.com نسخة NIV ملاحظة هامشية تقول: المخطوطات المبكرة والعديد من الشواهد القديمة لا تحتوي يوحنا 7:53 إلى 11. الترجمة العربية المشتركة اشترك في كتابتها الطوائف الثلاث: كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت. وضعت القصة بين قوسين للدلالة على عدم أصالتها. الترجمة اليسوعية ذكرت أنه بالإجماع القصة أضيفت في زمن لاحق. تمام يا جماعة، هاي إثبات التحريف دقيقة. ثلاث مرات محظورة يا الله النهارده. قافلين لي ثلاث حسابات يا شيخ منير النهارده. ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. ثلاث حسابات. ثلاث حسابات النهارده. يعني بدنا نوصلك للثالوث، بدنا نوصلك للثالوث يا ما له اي دليل. متنمر يا استاذ ماهر. كلها اختبط كراهيه. ما تقول يا فراس، فراس قول له الورا صعيب العادي بطل حظه شوي. قول له اللي عايز يجي يناقش يناقش. خلي اللورد يكمل فكرته يا شباب. ما هو قال ان اللي مش موجود في المخطوطه، احنا في عاطف هو عايز يطلع. هتحنزل له انا؟ طب اطلع يا عاطف. عم لود كلمنا حبيبي. انت اصلا الكلام بتاعك انت يعني شغلنا انت. هنزل وطلعه عاطف ناقشوه. عاطف عمال بيقول الصبح عمال يعمل ناقشوه. انا هسمعكم انت. طيب حاضر، حاضر. هطلع لك دقيقه واحده. تفضل يا استاذ. تفضل يلا على السريع. هي دليل على تحريف نص الثالوث في دقيقة. شوفوا يا جماعة. موقع بايبل جيت واي يوحنا الأولى 5 نسخة NIV نظر بحث. سواء كان فصل. موقع بايبل جيت واي يوحنا الأولى 5 نسخة NIV نظر بحث. ننزل إلى أسفل الصفحة لنقرأ ملاحظة هامشية. ما وجد في المخطوطات المتأخرة، وركز لي على كلمة متأخرة، من الفولجاتا وهي ترجمة لاتينية، ونحن نعلم أن الأصول اليونانية وأي شيء آخر مترجم عنها، الآب الكلمة الروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد، لم ترد في أي مخطوطة يونانية قبل القرن الرابع عشر. حذفت من العديد من الترجمات العربية لأنها تحريف. حذفت من العديد من الترجمات الإنجليزية. دائرة المعارف الكتابية تقر وتعترف أنها تحريف متعمد لتدعيم فكر لاهوتي يوحنا الأولى 5:7. عبارة الثالوث محرفة يا جماعة. هذا الموقع الرسمي للمخطوطة السينائية، بإمكانكم التأكد بنفسكم. الترجمة الرهبانية اليسوعية تحذف نص الثالوث لأنه تحريف. تقول: لم يرد هذا النص في المخطوطات فيما قبل القرن الخامس عشر، ولا في الترجمات القديمة، ولا في أحسن أصول الترجمة اللاتينية. من الأكيد أنها غير مثبتة.
مساء الخير. مساء النور. حيا الله عاطف، تفضل يا حبيبي. عرفني عن نفسك يا طائفة لو سمحت. معك عاطف من اسكندريه، مهندس ميكانيكا. يا سلام. اجدع مسلم. مسلم يا استاذ عاطف. انا مسيحي. اهلا وسهلا فيك استاذ عاطف، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. انا كنت حابب بس اسال سؤال، معنى كلمه ديان ايه؟ ديانة قصدك على ديانة للعالمين؟ آه. ما مش موجودة في القرآن الكريم. فضل. ده حديث نبوي شريف بيقول لا تأتي الساعة حتى يأتي عيسى ابن مريم ديانا للعالمين. مش موجود. ممكن ديان معناها قادم، وقادم من أسامي الله الحسنى. طب ممكن بعد إذنك تطلع الحديث؟ بعد إذنك يا أستاذ عاطف. أظن حضرتك عارفه كويس. لا 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 مش موجود. مش موجود هذا الباب. شنو ده؟ للأسف كذب عليكم، وهو أصلا ما له أي وجود لا بالقرآن ولا بالسنة عنا حبيبي. مش موجود ولا فيش حاجة اسمها كذا يا، مش موجودة لا في القرآن ولا في السنة أبدا، ولا هي اسم من أسماء الله الحسنى. ابحث فيها يا عبد وجيب الدليل. أبحث فيها وجيب الدليل. نعم نحن موجودين مع حضرتك. كنت بتقول ان الانجيل محرف. نعم نعم. طيب في اختلاف بين نسخ الانجيل اللي موجوده دلوقتي ونسخ الانجيل القديم؟ طبعا. نعم. دليل حضرتك ايه على ان نسخ الانجيل القديمه مختلفه عن نسخ الانجيل الحديث اللي موجود معايا دلوقتي؟ حلو. عندك هون يا استاذ هاي المخطوطه السينائيه اللي هلا كنا عم نشرح عنها، اقدم مخطوطه كامله للكتاب المقدس من كتب بابا شنودي من موقع الانباتكلا، كلهم بياكدوا هذا الحكي. بيقول لك هون اكسبيرينس ذا اولدست بايبل، جرب اقدم كتاب مقدس، هذا اللي بدنا اياه. عندك الداعمين المكتبه البريطانيه، المكتبه الوطنيه الروسيه، دير القديسه كاترين الى اخره. شوف يا استاذ علمك الطريقه عشان تتاكد بنفسك بالبيت، تضغط هذا الزر سي ذا مانسكريبت، القي نظره على المخطوطه بنفوت عليه. شوف يا صديقي هلا هون بكل بساطه بتختار، هي قدامك ثلاث خيارات، هون تختار السفر، وهون تختار الاصحاح، وهون تختار الفقره. حلو. طيب حضرتك هلا هون حضرتك بتطلع كلامنا من موقع ايه؟ هذا الموقع الرسمي للمخطوطه السينائيه، هي اقدم مخطوطه للكتاب المقدس كامل بالعالم، اقدم كتاب مقدس بالعالم هذا قدام يعني. حلو. هلا يا صديقي بدي اروح انا اطلعه عند قائمه الاسفار، بدي اروح شو يعني مرقس بالانجليزي بتعرف؟ تمام تفضل. حلو. عندك هون يا استاذ متى، مرقس، لوقا، يوحنا، بروح على انجيل مرقس مثلا. تفضل. تمام. هلا بطلع لفوق بضغط الاصحاح، بختار اخر اصحاح شابتر 16، شايفه؟ تفضل. حلو. هلا بدي اروح اختار فقره قد ايه، 20، نفتح نشوف. تمام. شو عندك اخر فقره قديش رقمها؟ تمام معك رقم 8. ايوه 8. طيب افتح الحالي عندك الانجيل الحالي بتلاقي 20 فقره، يعني من 9 ل 20 هي لا توجد في اقدم المخطوطات يا استاذ، عباره عن تحريف واضافه لاحقه. حلو. طيب خلينا نتاكد، لما تضغط على 8 شو بيعمل؟ بيعطيك هي قدام عينك المخطوطه باللغه الاصليه اليونانيه. عندك هون يا استاذ انت ممكن تروح عند ممكن تروح عند عند البابا هلا تقول له يا ابونا يعني نحن فتحنا المخطوطه قدام عينا ومن 11 ل 20 غير موجود في المخطوطه، يعني عم بيحكي عن كم؟ عم بيحكي عن في صدر فوق تسمعني من 9 من 9 ل 20 كيف؟ ايه حدا حكى شيء؟ الو تفضل احكي. الصوت واضح؟ واضح نعم. ايه يا استاذ عاطف عم بقول انت هلا ممكن تروح عند البابا بالكنيسه، سامعني؟ يا عاطف سامع صوتي؟ سامع. اي يا استاذ، فانت هلا ممكن تروح عند الباب الكنيس تقول له يا ابونا يعني هي الجزئيه ما لقيناها باقدم. اي سامع. اذا في شيء مشكله يا استاذ انزل واطلع. الو سامع. معاك معاك سامعينك يا عاطف تفضل. الصوت بس مش واضح، في صدى صوت. الصوت انزل واطلع. انزل واطلع. مم.
يعني اجوا لاحقا بعد فتره الاباء بقرون متاخره لاحقا عملوا مخطوطه جديده وقالوا يلا يا جماعه خلينا نضيف 11 فقره نتبرع فيهم. طب حضرتك قريت ال 20 فقره اللي عندي والثمانيه؟ حضرتك قريتهم كاملين؟ حلو هلا بنشوف. نعم حضرتك قريتهم كاملين؟ نعم. طيب تعال شوف هلا بدي اوريك حتى نفهم فهم. شوف يا استاذ في حاجه من ال 20 في حاجه من ال 20 اصحاح مو اصحاح زايده عن التم ال 8 شابترز اللي حضرتك اتكلمت عليهم يا استاذ على ما اظن الترجمه كامله. صديقي بس احكي لك شغله، عندك هون اخترنا نحن مرقص الاصحاح 16 وهلا بدي اختار انا فقره معينه تمام؟ عندك هون الفقرات انت لو تفتح عندك مرقص بتلاقي 20 فقره بنفس الاصحاح 20 عدد. حضرتك فتحت انجيل عربي قبل كده؟ ايه طبعا. طيب حضرتك لما بتيجي تفتح الانجيل بتلاقي فقرات بعد الاصحاح ولا مجزأ لايات؟ ما هي يا استاذ هي نحن بنسميها فقرات، انتوا بتسموها ايات، هي اخذينها منها الكلمه. حضرتك عندك يعني لما بتيجي تفتح انجيل بتلاقي فقرات ولا ايات؟ فقرات. في عندك سفر بعدين في عندك اصحاح بعدين في عندك فقرات او سميها ايات، انت الحر. ثواني بقى عندي طبعا. بقول سفر لما باجي افتح عهد قديم يعني توراه اللي هي كتاب اليهود الكتاب استغل فوت على اليهود لما باجي افتح عهد جديد لو سمحت حضرتك ثواني لما باجي افتح عهد جديد بقول انجيل يعني بفتح اصحاح وبطلع منه ايه. حضرتك لما طلعت المخطوطات القديمه مجزأه من بعد الاصحاح لفقرات وليس لايات، يعني حضرتك لو ترجمت الفقرات وترجمت الآيات للغة الأصلية هتلاقي نفس الكلام هو مطابق. كلام حضرتك بيأكد إن الإنجيل غير محرف، ما قالش إن الإنجيل محرف نهائياً. حلو يا أستاذ تمام ما سمعتك. فضل. صديقي أنا بقول كلمة فقرة على الشيء اللي أنت بتسميه آية. حلو أنا هيك كلمة بقول. فقرة حضرتك بتطلقها على جزء معين. لا مو الجزء ده مو جزء عندي يا الله عندي هو مجموعة من الآيات. طيب الآيات أنا بسميها فقرات. حلو أنا لما أجي أجزأ آيات آيات ما بتفرق. لا بتفرق. تفرق في إيه بقى؟ الفقرة عدد من السطور، الآية من سطر لسطرين، ممكن يعني مش هتبقى بنفس حجم الفقرة، فطبيعي لما تيجي تقسم 8 فقرات ويبقى عدد الآيات أكتر، ده طبيعي جدا. طيب لما تترجم لو حضرتك قريت وترجمت هتلاقي نفس الكلام. رح مشيها خلص مطابق. انا بدي اقول ايات. حلو ايات اوكي عندك هون يا استاذ بتفتح قائمه الايات بتلاقي طلع فقط لي ايه. طلع لي ايه من الانجيل. حلو. افتح ممتاز. انجيل في ايد حضرتك وطلع لي ايه من الانجيل بتاعي مش موجوده في الفقره. طلع اخر ايه في الفقره واخر حلو. ايه في الانجيل. برافو عليك هيك نعمل. عندك هون شو اخر وحده 8. حلو هلا راح افتح لك اياها واطلع لك النص. هلا شوف يا صديقي عشان نفهم فهم وحده وحده روق شوي. عندك هون يا صديقي المخطوطه، هل انت شايفها مقصوصه مثلا مكوب عليها شاي مكوب قهوه ولا صفحه كامله حلوه؟ تفضل حضرتك. صفحه كثير حلوه مشان ما البابا يقول لك لا معلش نكبه قهوه مش شايفين الفقرات بس. لا موجود. لاحظ حضرتك ان ده موقع على النت مش ورق في ايد حضرتك. تمام هي يا استاذ مخطوطه. هلا راح اورجيك انا الكتاب العربي خليك معي. حضرتك مش واقف قدام مخطوطه اصليه. حضرتك مطلع لي صور هي المخطوطه يا استاذ يا عزيز. هي المخطوطه الاصليه هي على الموقع الرسمي تبعها على الموقع الرسمي تبع المخطوطه السينائيه هي كودكس ساينايتكس دوت اور بطلع هي الداعمين يا استاذ تمام الموثقين الموقع خليك معي. مفيش مشكله فضل. عندك هون تمام عندك هون يا استاذ هي انجيل مرقس وحاط لك خط هون انه خلص عم بيقول لك الناسخ انه خلص انتهى الانجيل عند الخط هذا ما حد يكتب شيء بعده على اليمين تمام. بعدها بيجي بعمود جديد بدايه انجيل لوقا. طيب هلا ممكن تقول لي انت مثلا ما بتعرف يوناني تمام. لاحظ شو عندك هون مسهلين عليك الموضوع. عندك هون على اليمين حاطين النص اليوناني المستخرج فينك تحدد وتترجم على راحتك وتحت ترجم انجليزيه لهذا النص يعني ما في احلى منه. نروح على ايه 8 تمام. عندك شو بيقول لك هون شو بآخر شيء بيقول لك هي نقرأها and going out they fled from the sepulchre
بتحب اترجم لك اياها ونقارنها بالحالي. هي كوبي تفضل. نسخ نسخ. هلا بدي اروح على موقع جوجل ترانسليتر. خليك معي. عمل لصق هي بالانجليزي لا العربي. فخرجوا وهربوا من القبر لأخذهم الرعدة والدهشة ولم يقولوا لأحد شيئا لأنهم كانوا خائفين أو كنا خائفين. طبعا ترجم أوتوماتيكية. حضرتك بتترجم ترجمة جوجل؟ أي أنا بدي أترجم. ليش يا أستاذ؟ مشان أنت تقارنها مع الحالي اللي عندك. حلو؟ لا أنا شوف، أنا بس في تعليق صغير كنت عايز أقوله. تفضل. أنا عايز حضرتك تكتب جملة معينة إنجليزي وتترجمها على ترجمة جوجل عربي. حلو، هذا الشيء اللي عملته أنا. هي إنجليزي لعربي. تمام. حلو. هلا يا صديقي انا بدي افتح لك نشوف فقره 8. قصد كلامي ان ترجمه جوجل عمرها ما هتبقى بنفس الكفاءه بتاعه المترجمين اللي ترجموا الكلام ده. طبعا مظبوط. خليك معي شوي حتى تفهم الفكره. حضرتك بتشكك في حضرتك بتشكك في ترجمه الطاقه ان هي فيها تحريف؟ روق شوي بعد اذنك. انا رايح خالص، بس انا عايز اوصل لحضرتك بس مع نقطه صغيره جدا. حضرتك بتشكك في ان التوراة محرفه او فيها اي تحريف؟ التوراة شو دخلها لموضوعنا؟ التوراة عندي نص الإنجيل على العهد القديم يا أستاذنا، ولا حضرتك ما تعرفش الموضوع ده؟ كمان محرفة، كمان محرفة، كمان محرفة؟ نعم. طيب إمتى ترجمت التوراة وإيه دليلك على تحريفها؟ تكرم عينك، بس نخلص النقطة هي الحالية. مثال هذا، في أمثلة كثيرة على التحريفات تنتهي بالعهدين. تمام؟ مفيش مشكلة. عندك هون يا أستاذ، حلو، عندك هذا شو فاتح لك أنا؟ فاتح لك هلا النسخة العربية الفان دايك على موقع الأنبا تكلا اللي هو إنجيل مرقس 16. حلو؟ تمام. لاحظ يا أستاذ شو عندك هون؟ عندك هي اللي بتسميها أنت آية 8. حلو؟ وبعدها كل هي الجزئية، كل هي الجزئية من 9 ملونهم بالأحمر، من 9 ل 20. اقرأ حضرتك الآية واقرأ ترجمة جوجل اللي حضرتك لسه مترجمها. كثير حلو، برافو عليك. من 9 ل 20 هدول ما لقيناهم بالمخطوطة. هلا رح نشوف هل عن جد، عفوا ثواني سكرت ثواني. وحضرتك بتداري الشاشه ليه؟ حضرتك فتحت برضه المخطوطه الانجليزي مع بعض دلوقتي؟ انفتح يا استاذ روي، انفتح شيء بدي اسكره بس كمان. هي عندك انت مره ثانيه، هي عندك انجيل مرقس 16. حلو؟ تمام. هي عندك فقره 8، كل الجزئيه اللي بعدها مش موجوده بالمخطوطه. هلا بدنا نقارن فقره 8 هون بفقره 8 اللي شفناها بالمخطوطه، نشوف هل هي نفسها ولا لا. شو مكتوب عندك هون؟ فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. حلو؟ راح نشوف هذا الترجمة الأوتوماتيكية، الترجمة الأوتوماتيكية للنص اللي شفناه. فخرجوا وهربوا من القبر لأخذهم الرعدة والدهشة ولم يقول لأحد شيئا لأنهم كانوا خائفين. شايف؟ مفيش أي تغيير، نفس المعنى. حلو، بهي الفقرة نعم، بهي الآية بتسميها أنت آية نعم، بس الفكرة يا أستاذ أنه كل الجزئية اللي بعدها هي من 9 ل 20 هي كلها تحريف مش موجوده. هي كلها فهمت شو الفكره؟ كلها تحريف مش موجوده. مش موجوده. طب حضرتك فتحت المخطوطه؟ طلع مره ثانيه شوف يا استاذ، طلع هي عندك شو اخر شيء؟ هي المخطوطه هي عندك هون يا استاذ اخر شيء فقره آية 8 بعدين بيبدا لوقا 1:1، ما في 9 ل 20، اخر شيء 8. تمام وصلت الفكره؟ حضرتك لما جيت اتكلمت من شويه وقلت ان المخطوطات اللي موجوده مش كامله، لما طلعتها من موقع الانبا تكلا قلت ان المخطوطات الموجوده مش كامله ومفيش مخطوطه موجوده من ال 5000 وحاجه مخطوطه كامله ومطابقه للاخر. طيب قال لك شو مخطوطه؟ ان في مخطوطات مش موجوده، يعني لم يتم العثور عليها. طيب يا استاذ روح. طبيعي جدا ان انت ما تقيش الاصحاح كامل او الانجيل كامل لان في مخطوطات غير موجوده لم يتم العثور عليها. طيب صديقي انا ما قلت هيك، انا لما يتم العثور عليها بقى حضرتك وبناقشني فيها. يا صديقي يا استاذ بعد اذنك، انا قلت يا استاذ انه قبل القرن الرابع ما في ولا مخطوطه كامله، اول مخطوطه كامله هي السينائيه وهي هي اللي فاتحينها هلا. هي مخطوطه كامله يا استاذ، كتب البابا شنودي قال لك كامله، قال لك روح شوفها. شايف علي؟ فنحن فتحنا اقدم مخطوطه كامله، لقينا يا استاذ موجود انجيل مرقس 16، فتحنا انجيل مرقس 16 لقينا بيختلف عن الحالي، الحالي فيه 11 آية زياده. مين قال ان البابا شنوده قال ان المخطوطه السينائيه كامله؟ تعال اورجيك البابا شنوده نفسه، هاي تفرج. طلع اتفضل. وموقع الانبا تكلا
ومليون مصدر، كلهم بيقروا هالحكي. طلع انا يعني. انا عاوز حاجه بصوته، عاوز كتابه يا استاذ، كتابه او دليل بكتاب مكتوب عليه امضته. ايه بالضبط، ها سنوات مع اسئله الناس، اسئله خاصه بالكتاب المقدس البابا شنود الثالث صفحه 105. تفضل. يوجد كذلك في المتاحف نسخ للانجيل ترجع الى القرن الرابع تماما كالانجيل الذي في ايدينا الان، هو هيك عم بدعي. ونقصد حلو. بها النسخه السينائيه والفاتيكانيه والافراميه والنسخه السكندريه. نقرا نكمل. وكل منها تحتوي كل كتب العهد الجديد التي في ايدينا بنفس النص بلا تغيير، هيك عم بيقول. وهي مأخوذة طبعا عن نسخ أقدم منها، ويستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة ويرى أنها نفس إنجيلنا الحالي، هيك عم بدعي. كذلك نحب أن نذكر ملاحظة هامة أساسية، وهي كلمة تحريف لا يمكن إثباتها علميا إلا بالمقارنة، أي مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه. ممتاز جدا، نحن رحنا جبنا مخطوطات وعم نقارن نفس الكلام البابا شنودي، والمقارنة تظهر أين يوجد ذلك التحريف في أي فصل من فصول الإنجيل وفي أي الآيات. ممتاز جدا، لقينا أنه في 11 آية مش موجودة بالنسخة السينائية. أما إذا لم تحدث مقارنة كهذه يكون هذا الاتهام الخطير بلا بينة بلا دليل بلا إثبات بلا بحث علمي، وبالتالي لا يكون مقنعا لأحد. نحن عملنا زي كلام بابا شنودي، رحنا جبنا النسخة السينائية وعملنا شو؟ عملنا مقارنة، لقينا أنه بيختلف. هذا مثال من أمثلة كثير يا أستاذ. هي النسخ اللي بتنزل، النسخة السينائية اللي نازلة عند حضرتك دلوقتي نسخة كاملة؟ هي نفس السينائية يا أستاذ، هي السينائية كيف كاملة؟ نعم هي هي النسخة كاملة. نعم نعم كاملة. نعم كاملة. نعم نعم, نعم. هي. مكتوب شو مكتوب؟ إيه النسخ اللي هي. تقدر تخش عليها أنت وتشوفها كمان. نعم هي موقع رسمي، هي experience the oldest bible، جرب أقدم كتاب مقدس، the oldest complete copy of the new testament، اقدم نسخه من العهد الجديد كامله. تمام، اقدم نسخه من العهد الجديد. طيب الان يا استاذ عاطف، انت عارف انه في تراجم كبير للكتاب المقدس صح؟ هل كلهم متطابقين؟ ايه، هل كلهم متطابقين؟ ايه اللي كلهم متطابقين؟ معلش السؤال تاني. تراجم الكتاب المقدس العهد الجديد باللغه العربيه، اها، هل كلهم متطابقين؟ نعم. طيب جميل جدا. تعال اعطيك بعد اذنك، انا عندي هذا الكتاب المقدس فان دايك، اوكي، اهو الكتاب المقدس، صح ولا أنا غلطان؟ تمام، اتفضل. طيب ثواني أفتح الصفحة. عندي رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 5 العدد 7. تمام. فإن الذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم 1، صح؟ كلام جميل. بيجي رقم 8 أستاذ، والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد، صح؟ تمام. هذه ترجمة الفان دايك، أهو ترجمة الفان دايك، صح؟ أوكي. هنروح للترجمة اليسوعية الكتاب المقدس. ثواني، الترجمة اليسوعية دي تبع طائفة إيه؟ الكاثوليك. ترجمة اليسوعية تابعة لطائفة ايه؟ حضرتك المفروض دارس وعارف. الكاثوليك. الكاثوليك. شهود يهوى. لا لا يا استاذ، شهود يهوى والروم الارثوذكس. استاذ الشهود يهوى عندهم ترجمة اسمها ترجمة العالم الجديد. كلام جميل. ترجمة العالم الجديد، اوكي. طب. هذه الترجمة اليسوعية ترجمة كاثوليكية، اوكي. حضرتك بتكلم واحد أرثوذكسي في ترجمة كاثوليكية. طيب حضرتك السنة مختلف عن الشيعة ولا السنة زي الشيعة؟ ثواني بس أنا هشرح لك. أنت أرثوذكسي بتؤمن بـ73 صفر، صح؟ كلام جميل.
والكاثوليك بيؤمنوا 73 صفر. انت حضرتك عم تقرا من ترجمه الانجيليه اللي هي 66 صفر، يلي انت اصلا مش مؤمن فيها. تمام؟ مش مؤمن فيها؟ نعم، هذه 66 صفر استاذ. هذه 66 صفر. نعم. فانت 73 صفر، كيف عم تقرا من هذه النسخه؟ السؤال